الفكر والعنصر مهم. يعني انا دايما لما اكون يعني تخيل عندك دراسه عايز تعملها كويس، في نفس المثال حقنا اللي ذكرناه، احنا عايزين نعمل مثلا نشوف في ولايه الخرطوم، عايزين نشوف الكورونا فيروس انتشاره واستخدام الحجر الصحي المنزلي كيف ده اثر على الصحه العامه بالنسبه للاسره كويس، عايزين ناخذ نعمل دراسه تطبيقيه مثلا في ولايه الخرطوم. تفتكروا عشان نجي ناخذ نبدا بالعينه، ناخذ العينه بتاعتنا بنفكر في شنو دائما اول حاجه؟ يعني العدد تخيل كل السكان ايوه على كل اللي شنو في الولاية. بالضبط كده تمام. انت قلت العدد كل السكان في الولايه مظبوط، هو عدد كل السكان في الولايه بنسميه احنا الستاتستيك اللي عنده كونسبت يسموه شنو؟ Population. ايوه بيسموه population. يلا نحن معنا اول حاجه المفروض نفكر في شنو؟ في السايز اوف population او البوبوليشن سايز بالنسبه لولايه الخرطوم. طيب اول حاجه حنفكر فيها البوبوليشن سايز ولا ما كده؟ مش كده؟ مش أول حاجة هنفكر فيها البوبوليشن سايز. طيب لكن البوبوليشن سايز هنا موجود؟ غير في موجود. المعادلة غير موجود. مش حاجة غريبة يعني؟ غير موجود. طيب الموجود بدل شنو تفتكره؟ بدل السايز موجود شنو؟ موجود شنو بدل السايز هنا؟ بدل البوبوليشن سايز موجود موجود شنو؟ البروبورشن النسبة بتاعتها. عندك سماعة ولا شنو؟ استخدم سماعة؟ موجود البوبوليشن بروبورشن اللي هو نسبته صارت 50%. طيب البوبوليشن بروبورشن هو في المعادله دي مش كده؟ طيب لا نحن بنتكلم عن المعادله دي نفسها، هي ونفس المعنى واحد يعني. موجود شنو هنا من البوبوليشن؟ في حاجه موجوده في سيجما تربيع. ايوه سيجما تربيع موجود هنا، سيجما تربيع يعني موجود الخصائص بتاعت المجتمع موجوده لكن حجم المجتمع ما موجود في المعادله. طيب أهم الخصائص ولا الحجم تفتكروا؟ هي دكتورة من ناحية المعادلة هي منطقية مش لأنها كوانتيتاتيف. ما أيوه بس نفس المعنى يعني، دي بس بتستخدمها لما يكون التارجت فيريبل كواليتاتيف هنا وده لما يكون التارجت فيريبل كوانتيتاتيف، لكن المعنى واحد هنا وهنا يعني كيو بي كيو دي هي نفسها، هي نفسها السيجما هنا نفس المعنى ده كأنه ده الستاندرد ديفيجن فور كواليتاتيف فاريبل. السؤال اللي بالنسبة لكم سؤال منطقي يعني، انت بيهمك السايز ولا الخصائص؟ يعني انت عندك مجتمع معين بيهمك تعرف حجمه كم ولا خصائصه كم عشان تاخذ منه عينة؟ ده المنطق البسيط يعني، مهمة تعرف الخصائص هي الأهم. أيوة الخصائص مش كده؟ ليه طيب؟ لأن هي المحور بتاع البحث، يعني أهم من عدد البوبوليشن. أهم من العدد مش كده؟ بعدين طيب خصائصهم في لو في تجانس، أنا أهم حاجة إنه يكون المجتمع متجانس عشان أقدر آخذ العين. تبيان البشير اكسلنت. أيوه اكسلنت. طيب الخصائص هنا مهمه يا اخواننا لانه يعني مثلا لو كان المجتمع ده متجانس انا ممكن الحجم بتاعه ما يهمني، يعني ما يهمني العدد، يعني كانه يقول بيهمني الكيف اكثر من الكم، لانه الخصائص اللي هي السيجما بتقيس لنا
الكيف او الكواليتي، النوعيه يعني، مش الكيف، النوعيه سوري، ايش دي نوعيه المفردات في المجتمع، دي سيجما. والان الكابيتال ان اللي هي البوبوليشن سايز بتقيس حجم او الكم، الكم بتاع المجتمع. فهنا بيهمني النوعيه وليس في الدرجه الاولى، بيهمني النوعيه يعني. لذلك بيركز على السيجما او الستاندرد ديفيجن rather than population size عن الحجم. طبعا في معادلات ثانيه ممكن تلقوها في المراجع موجوده، بيكون فيها بتحسب برضه sample size، موضوع في الحسبان وحنمر عليها بعد شويه واحده منهم، موضوع في الحسبان برضه population size. برضه population size موضوع في الحسبان، more than شنو ال population characteristics. البوبوليشن كاركترستكس اللي هي بتظهر لنا وين؟ في السيجما او في الستاندرد ديفيجن سكوير. طبعا نفس الكلام ده موجود هنا، نفسه موجود هنا. طيب نرجع للموضوع بتاع الموضوع بتاعنا بشكل عام، نمر عليه سريع هنا، ناخذ فيه 10 دقائق. العينه العشوائيه البسيطه، انواع العينات، الجانب بتاع انواع العينات، الجانب بتاع السامبل تايب او تايب اوف سامبل. لو انا عندي مثلا عينه عشوائيه بسيطه او عينه عشوائيه منتظمه او سوايبر، طبعا ذكرنا امبارح قلنا العينه العشوائيه البسيطه بنستخدمها في ثلاثه حالات، لما يكون البوبوليشن متجانس، لما يكون حجم البوبوليشن قليل، لما يكون توزيع البوبوليشن راندوم، يعني البوبوليشن ما عنده سيستم معين موجود به، يعني انت ما عندك سيستم كويس معين حاصل فيه البوبوليشن ده بطريقه معينه. طيب العينه العشوائيه المنتظمه السيستماتيك راندوم سامبل بنستخدمها برضه في ثلاثه حالات، لما يكون البوبوليشن متجانس، حجم البوبوليشن قليل، ويكون التوزيع بتاع البوبوليشن سيستماتيك. السيرتيفايد سامبل يستخدمها لما يكون البوبوليشن حجمه قليل، يكون البوبوليشن غير متجانس، يكون في هاي فيريبيليتي هنا في البوبوليشن، هاي فيريبيليتي، وفي نفس الوقت الريسبكت هنا ايزر بوبوليشن ديستريبيوشن بتاعه راندم، يعني كان راندمايزد ديستريبيوشن او راندمايزد بوبوليشن بتاعنا موزع توزيع، او كان توزيعه عشوائي، او كان سيستماتيك بوبوليشن. في من اين الطبقيه هي افضل؟ لانه هي بالنهايه طبعا بتعالج لي المشكله بتاعت شنو الهاي فيريابيليتي الموجوده. طبعا العينه العنقوديه بنستخدمها في المسوحات البحثيه الكبيره جدا لما يكون عندنا هاي بوبوليشن كويس، وبنستخدم وزين العينه العنقوديه ممكن نستخدم الستراتيفايد سامبل، وزين ممكن نستخدم السيستماتيك، او وزيننا ممكن نستخدم السيمبل راندوم سامبل. طب بس هاخد مثال سريع في 5 دقائق على العينه العشوائيه البسيطه. كيف انا بختار مفردات العينه العشوائيه البسيطه؟ هاخد مثال بسيط كده بس. طبعا اول حاجه بعملها انا عشان يعني مثلا عشان اختار عينه عشوائيه بسيطه، لقيت انه مثلا المجتمع بتاعي عندي مجتمع معين عايز اختار منه مفردات معينه. بس اول حاجه بحددها، شنو يا اخوانا؟ حجم العينه. اول حاجه بحدد حجم العينه، بحسب حجم العينه بتاعي بالمعادله دي. بجي طبعا في طريقتين، الطريقه التقليديه بجي للجدول العشوائي، في حاجه اسمها الجدول العشوائي، في ارقام عشوائيه. يعني الجدول العشوائي تلقاه دائما في كتاب تاريخ الارقام موجوده، تلقاه في الجدول موضوع بطريقه عشوائيه كويس، بحيث انه اي رقم ياخذ نفس فرصه اختيار الرقم الاخر، يعني ايكوال تشانس سلكشن، اي رقم عنده نفس فرصه الاختيار. فبدا مثلا لو افترض انه مثلا حجم العينه بتاعتي 10، العينه المطلوبه بتاعتي 10، حسبتها من المعادله دي طلعت 10 من البوبوليشن بتاعي. حاجه اشوف اول رقم عندي هنا في الجدول العشوائي كم؟ هذا قدامكم ظاهر عشان اشوفكم متابعين معي ولا نمتوا.
واحد واحد، هقوم اختار اول مفرده في البوبوليشن. طبعا بكون عملت هنا فريمنج، بكون عملت شنو فريمنج، يعني عملت ليسته، عملت ليسته لشنو للبوبوليشن حقي، البوبوليشن بتاعي بقى في قائمه كده موجود، بقوم بختار اول مفرده. طيب الرقم الثاني كم؟ تسعه. طبعا في حاجه اسمها بوبوليشن ديجيت، يعني البوبوليشن ديجيت يعني مثلا لو كان حجمه، اذا كان البوبوليشن ديجيت مثلا كان 500 مثلا، معناها انا هتعامل مع 3 ديجيت كويس. اذا كان البوبوليشن حجمه 10,000 كويس، انا هتعامل مع 5 ديجيت وهكذا. طيب فهمتوا كلامي؟ دي بس برضه حته فنيه مهمه بس، لكن ما ضروري. بس انا بس المثال تعاملت مع بوبوليشن 1 ديجيت او 2 ديجيت. طيب فبيجي بعين بلقى رقم 9، بقوم بختار المفرده طوالي رقم 9، يعني بيجي واحد بيجي اشوف الليسته بتاعتي رقم 9 كم، بختارها كده طوالي. طيب الرقم اللي بعده كم؟ 2، مش كده؟ هاجي اختار المفرده رقم 2 لحد ما احصل العشره بتوعوني اللي عايزهم انا، لحد ما احصل شنو؟ العشره اللي هو ذا سامبل سايز ريكوير. دي اسمها الطريقه العشوائيه. تمام؟ الخطا الشائع عند الناس، لما يقول لك انا استخدمت في البحث بتاعي عينه عشوائيه، يقوم يعمل الكوتشينير بتاعه ويجيب الايميلات بتاعت الناس كده يخدها، او يجيب الجروب، عنده كم جروب بتاع واتساب مثلا، عنده 5 جروبات كده بتاع واتساب، يروح لازم فيها طبعا الكوتشينير الالكتروني، كل جروب يديه شنو كوتشينير يوزعه لهم، ها، وينتظر الاجابات. طبعا دي ما طريقه، دي ما العين عشوائيه، دي من الاخطاء الشائعه، انك توزع الكوشنير بتاعك على الجروب بتاعت الواتساب او على الايميل بدون ما تستخدم المنهجيه اللي ذكرتها انا دي، فريمنج سوري ديترمايننج سامبل سايز، فريمنج كويس، ديترماين البوبوليشن ديجيتس، بعد ذاك يوزنج الراندوم تيبل تو سيلكت يور يونتس راندوملي. دي الطريقه العلميه بالخطوات دي ذكرتها انا دي. او طبعا ممكن تستخدم بدل الطريقه التقليديه تجيب الجدول وكده، ممكن في الكمبيوتر عندك في الاس بي اس موجود، تكون عندك الفريم ده موجود اللي هو الليسته، وقمت تنزلها انت في الاس بي اس وتقول الاس بي اس اختار لي راندوملي، يقوم هو عنده طبعا الارقام العشوائيه دي موجوده في السيستم، بيكون بيعمل لك سلكشن للحالات كده، يقول لك اختار الحاله دي ودي ودي لحد ما جسروا العشره بتاعونك. دي الطريقه، طريقه العين العشوائيه الصحيحه. يعني انا لو عايز اتعامل مع العين العشوائيه كويس في البحث العلمي، ما بمشي بجيب الجروبس بتاعت الواتساب او الايميلز واروح اعمل اتاتش لشنو للكوشنير بتاعي وكده اكون عملت عين عشوائيه. دي خطا، ما عين عشوائيه. لو عايز تعملها مثلا بالايميل او بالواتساب، الطريقه الصح تجي مثلا الجروب ده تكون عارف فيه كم نفر مثلا، الطريقه الصحيحه يعني تقوم تعمل فريمنج للمجموعه دي، تعمل لها فريمنج تكون عارف مثلا فيها مثلا 20 نفر، تقوم كل واحد تديه رقم، كل واحد من المشاركين تدي شنو رقم، وتجي بعدين بالراندمايزيشن الكمبيوتر لو قام قال لك اختار من الجروب ده رقم 6 و12 كويس و7 و2، طوال انت بتقوم للزول بتاع الادمن بتاع الجروب تقول لي يا اخي معلش ارسل لي ارقام الناس زين، او انت تشوف الارقام من الجروب وتقوم ترسل لهم كل واحد شنو رساله بتاعت واتساب فيها شنو فيها الكوتشينير حقك. دي كده راندمايزيشن ميثود، كده انت عملت راندوم سام. طبعا حتكرر العمليه دي كلها في كل الجروبس كده لحد ما تحصل شنو السامبل سايز بتاعتك، او نفس العمليه تعملها بالايميل برضو، العمليه دي تعملها بالايميل. دي الطريقه العلميه بتاعت الراندوم سام. اما لما تمسك وسائل التواصل الاجتماعي باي شكل من الاشكال وتحط فيها الكوستيونير بتاعك وتنتظر الاجابات، دي ما اسمها راندوم سام، دي اسمها حاجه ثانيه هنشوفها بعد شويه، نوع ثاني من العينه. ان شاء الله الفكره دي وضحت يا اخوان. وضح بالنسبه يا دكتور. ايوه آه،
ايوه تفضل سامعك. بالنسبه للعينه العشوائيه البسيطه هذه سامبل، ايوه بالنسبه للعلوم الطبيعيه نفس التكنيك نفس الطريقه، هنا في العلوم الاجتماعيه بالنسبه للعلوم الطبيعيه نفسها، حتى في الزراعه نفسها. شفت لو في الزراعه عندك مثلا، وانا بالتحديد قصد الزراعه يعني، بس بالتحديد قصد الزراعه، انت مثلا عندك احواض قمت زرعت فيها مثلا كويس، عندك احواض بتاعت بيرسي مثلا، او تجربه بتاعت مشروع زراعي او محصول زراعي معين كويس. حديث انا عندي دراسه عن زراعه في المجال الزراعي، لكن بالنسبه للفاكهه في البرتغال مشروع كامل، مشروع ضخم جدا، عاوز اخذ منه عينه عشوائيه مثلا في البرتغال، دائره اعمل دراسه لتقدير عناصر محدده، العينه العشوائيه البسيطه، المجتمع كله متجانس، كلها الصفات بتاعت ذكرت، لكن طبعا. الكيفيه والتكنيك بتاع اختار طيب العينه. انا اجيك، التجربه بتاعتك دي حلوه معايا جدا، انا اجيك واحده واحده. طيب عندك اول حاجه المحصول حقك اللي عايز تعمل فيه المشروع ده، هل توزيعه منتظم ولا عشوائي؟ يعني هل الاحواض دي مثلا هي عباره عن احواض ولا شجيرات موجوده بطريقه معينه ولا كيف؟ موجود يعني هل بطريقه فائقه التنظيم، منظم وكل ممتاز. الابعاد. اذا انت خلاص هنا الران سيمبل راندوم سامبل لغيها خلاص. انت ار جوينت تو يوز هنا سيستماتيك راندوم سامبل، هي نفس الميثودولوجي بتاعت سيمبل راندوم سامبل، لكن انت سيستماتيك لانه الديستريبيوشن بتاع البوبوليشن سيستماتيك. يعني ممكن لو كان انت عندك مثلا منطقه زراعيه كده وفيها اشجار موجوده بتاع برتقال، لكن اشجار البرتقال دي توزيعها ما توزيعها ما منتظم، صح؟ ممكن يكون كده، صح؟ ممكن يكون توزيعها ما منتظم. او مجموعه طيور انت بتعمل عليها دراسه في منطقه معينه، طيور عرفت الطيور يعني مثلا، فعندك الطيور دي موجوده طبعا، لكن الطيور دي ما ساكنه في مكان معين، متحركه. او مثلا اشجار برتقال موجوده في منطقه زراعيه معينه عايز اعمل فيها دراسه، دي برضو دي راندم، دي الديستريبيوشن بتاعها راندم، والطيور هنا الديستريبيوشن بتاعها راندم. اما مثلا لو عندك احواض زراعيه او مجموعه محاصيل انت زارعها بطريقه معينه سيستماتيك، يبقى الديستريبيوشن هنا بتاعك سيستماتيك. ده الفرق بين الحالتين. طبعا انت هنا في الحاله بتاعتك انت هتقوم اول حاجه هتستخدم شنو؟ سيستماتيك راندوم سامبل. طيب الخطوه الثانيه هتعمل فريمنج لشنو؟ للبوبوليشن حقك، يعني الاحواض حقتك دي كله حط اديه رقم مثلا، لا واحد اثنين، او لو كانت اشجار مثلا دي الشجره الاولى الشجره الثانيه، بيعمل لها ليبل يعني شفتها؟ يعني مثلا لو شجره بتقوم تديها ليبل بتعلقوا فيها بتدبسوا كده برقم معين، تكون شفتوا الحاجات دي قبل كده في ناشونال جيوغرافيك. يعني هنا بتقوم مثلا دي نمبر 3 ده نمبر 4 5، تقوم تعمل فريمنج 6 وهكذا. بعد ما عملت الفريمنج ده خلاص بتجي تختار منها كويس، تيجي تختار منها سيستماتيك. طبعا سيستماتيك انت محتاج تطلع حاجه اسمها الكي انتربل، في حاجه اسمها كي انتربل اللي هي دي شنو؟ الكي انترفل ده المعامل او المعدل اللي بتختار به المفردات. بتجي هنا بتشوف عندك في الجدول كويس، عندك في الجدول العشوائي، جدول عشوائي بتقوم تحدد الجدول العشوائي، تحدد السطر بتاعك والعمود، تختار مثلا اول رقم ظهر لك في الجدول العشوائي، مثلا اول رقم ظهر مثلا كان اول رقم ظهر لك في الجدول العشوائي مثلا ثلاثة كويس، والكي انترفل بتاعك هنا أربعة خلاص. بعد ما حددت طبعا حجم العينة من المعادلة، تجي تقول خلاص إذا أول مفردة حتختارها أنت اخترتها راندم، ليه؟ عشان كده اسمها راندم سيستماتيك. تقوم تختار أول مفردة، المفردة رقم ثلاثة، تختار هنا المفردة رقم ثلاثة دي أول شجرة بتاعتك حتاخذها. طيب عندك الكي انترفل أربعة، معناها تحسب ايوه اربعه، بعدها هتختار المفرد رقم سبعه اللي هي 3 زائد 4 7 كويس. المفرد اللي بعدها كم؟ رقم 11 كويس، لحد ما تصل شنو حجم العين الحق اصلا حددته انت. دي الطريقه العلميه الصحيحه لاستخدام سيستماتيك راندوم سامبل.
طبعا انت يعني طبعا بتستخدم الطريقه دي بالذات للبروبيد سامبل دي لما يكون عندك بوبوليشن كبير جدا وانت عايز تعمم نتائجك على البوبوليشن ككل. يعني مثلا منطقه الرحت دي كلها بتزرع محصول معين خلاص، لكن انت قمت عملت دراستك في منطقه معينه في نفس منطقه الرحت، المنطقه في بتاعت مشروعك انت، مشروعك ممكن يكون بعدين ريبريزنتيف لشنو؟ لمشروع لمنطقه الرهد كلها، ممكن تعمم نتائجك على منطقه الرهد بعد ما تحدد اليونس بتاعتك على كل المنطقه منطقه الرهد. واضح يا شباب؟ دي الفرق بين السيستماتيك والراندوم سامبل كويس؟ طبعا هي من ناحيه عمليه، وطبعا سرعه البحوث والتدفق المعلومات وسرعه الانتاج العلمي كويس؟ بيكون الناس نادرا ما يفكروا في حاجه اسمها الريبريزنتيشن، نادر ما يفكروا في العمليه بتاعت التعميم. وبيجوا قليلا من الباحثين ما يستخدموا هذه الطرق اللي هي البروبابيلتي سامبل، يعني قليل من الباحثين بيستخدموها بيجو. طيب فبيجوا الناس بيستخدموا اكثر حاجه شنو؟ الانواع الثانيه من العينات، هنشوفها بعد شويه ان شاء الله الحته دي، بس وضحت السلايد دي عشان لانه امبارح باقي الكلام كنت عايز اقوله فيها يعني. طيب يا دكتور عندي سؤال. ايوه طيب تفضل سؤالك. ايوه طيب لو مثلا انا داير اشوف الكاب بتاع ناس عن موضوع محدد، دي احسبها كيف؟ اجمعهم كلهم بعدين نعمل السامبلينج، ولا لو عايز تشوف اعملها مثلا سامبل راندوم؟ داير اشوف مثلا كاب النوليدج واتيتيود وبراكتس عن موضوع محدد، طيب مهندسين او دكاتره او اي حاجه، طيب أو في مدينه محدده، في مدينه محدده. طبعا انت برضو يعني طبعا النوع ده من العينات يستخدم لما يكون البوبوليشن نون، يعني انت حاصر البوبوليشن ده محصور عندك معروف بالنسبه لك قادر تحصره يعني خلاص. اما لو ما قادر تحصر البوبوليشن ده وما عندك له حدود كويس، يعني ما قدرت تعرف البوبوليشن، ما تقدر تعمل فريمنج، لانه عمليه الفريمنج مهمه. يعني هل ما عندك في السجلات قوائم بالنسبه لمنو؟ للمبحوثين ديل، الناس اللي عايش مستهدفهم انت. المفروض يكون عندك سجل او في قوائم او في داتابيز موجوده عشان انت تستخدمها كفريم يعني. خلاص؟ اذا ما عندك المعلومات دي كلها تستخدم النوع الثاني من العينات دي اللي هي دي. اذا ما عندك يعني البوبوليشن انون ممكن تستخدم طوالي البيربوزيف سامبل، او ممكن تستخدم الكوتا سامبل، طبعا كل واحده هنشوفها شويه هي اللي بتستخدم ممتين يعني، او الاكسيدنتال سامبل، اي واحده فيهم هنا تكفيك في الحاله دي. طبعا دي عباره عن انواع من العينات عصريه شويه، يعني بيجوا الناس اغلب الناس يستخدموها كويس، عصريه لانها تديك المعلومه سريع وما فيها الكلام الكثير ذكرنا قبل شويه ده كويس، لانه دي بتحتاج داتابيز وتحتاج اجراءات كثيره جدا عشان تعملها. اسي الناس في ابحاث بتستخدم الطريقه العينات دي، بتستخدم العينات دي، لكن تجي تستخدم بعدين المشكله شنو؟ بتستخدم العينات اللي هي النمبر بروبيتي سامبل وتعمم نتائجها على البوبوليشن، يعني انت بتستخدم منهجيه وتجي تعمم هنا على منهجيه ثانيه. فدي المشكله هنا يعني، ده من بين الاخطاء الشائعه برضه موجوده انا لاحظتها يعني. طيب بالنسبه لك انت ممكن تستخدم العينه العشوائيه او العين سوري العينه القصديه مباشره، انت بتستهدف مجموعه معينه من الناس كويس، ممكن ترسل لهم موجودين في جروب معين او في مكان معين في جامعه معينه في اداره حكوميه معينه، ممكن ترسل لهم الكوشنير بتاعك بهدف قصدي، انت قاصد مجموعه معينه كويس، بدون ما تعمل راندمايزيشن وتعمل الميثودولوجي اللي ذكرناها قبل شويه دي كويس، دي طريقتك كده يعني ممكن، لكن بعدين تحدد في الميثودولوجي حقتك، في الميثودولوجي تقول والله انا ما استخدم، ما تقول عينه عشوائيه هنا يعني. تقول انا استخدمت شنو؟ العينه البيربوس اوف سامبل كويس. الاكسيدنتال سامبل دي اللي هي طبعا هي قريبه للعشوائيه، لكن دي اللي بيستخدموها اغلب الناس اكسيدنتال، يعني انت صح بتستهدف مجموعه من الناس لكن بتلاقيهم بالصدفه يعني توزع لهم الكويشنير حقك.
وضح الفرق يا اخوانا؟ واضح واضح. وجاوبت على سؤالك؟ اي نعم. تمام. طيب حنجي نشوف هنا مثلا في سامبل سايز، نكمل باقي سامبل سايز. مثلا انا طبعا هناخد مثال بسيط كده، طبعا السامبل سايز جد السمبل ايكويشن، طبعا في زي ما قلت لكم انواع ثانيه من العينات، معادلات كثيره اللي عندها، لكن دي السمبل ايكويشن لو استخدمتها ما فيها كلام، حتى ده الريفرنس بتاعها هنا موجود كويس، استخدمها عادي وعندك الريفرنس، تذكر الريفرنس بعدين في نهايه الدراسه تقول انا استخدمت الريفرنس، ما في زول بيتكلم معك ده. طيب فكره الايكويشن دي ممكن تعمل لها حاجه اسمها، بعد ما تحدد انت سامبل سايز ممكن تيجي تعمل حاجه اسمها adjust السامبل سايز، تيجي لو عايز تدخل حجم البوبوليشن في الموضوع، يعني عايز البوبوليشن سايز يدخل معاك في المعادله كويس، تيجي تستخدم المعادله دي، وهنا الكابيتال ان هنا بتمثل البوبوليشن سايز كويس، يعني لو حسيت انه البوبوليشن سايز مهم عندك في معادله عايز تدخله ممكن تستخدم المعادله دي هذا adjustment for the basic شنو sample size equation. طيب هنا طبعا فكرته طبعا معادله تعويض عادي، يعني عندك هنا السامبل سايز اللي حسبته وعندك هنا البوبوليشن سايز. طيب في ايضا نوع ثاني من العينات البسيطه اللي بيسموها، في واحد اسمه يماني ايكويشن، يماني ايكويشن ده عنده ايكويشن اللي هي موجوده قدامنا دي بيدخل فيها السامبل سايز البوبوليشن سايز وبدخل فيها المارجن اوف ايرور، يعني هنا يمان هنا مركز على شنو يمان ايكويشن دي، مركز على الكم وليس الكيف، يعني هنا مركز على الكم اكثر من الكيف، طبعا لانه طبعا الاي هنا بتمثل عنده المارجن اوف ايرور، الاي هنا بتمثل شنو المارجن اوف ايرور، وعنده هنا سامبل سايز، وطبعا ده برضه الريفرنس بتاعه لا ريفرنس استخدمت الايكويشن دي ده الريفرنس بتاعك، وعندك هنا رابط برسل لكم طبعا السلايد دي بعد ما اخلص اليوم ان شاء الله. طيب النوع الثاني من العينات اللي هو العينات الغير احتماليه، دي اغلب الناس اللي بيستخدموها، هم بيستخدموها وبيقصدوا بيستخدموها في الابحاث وبيقصدوا العينه العشوائيه، يعني دائما تلقى في الميثودولوجي يقول لك انا استخدمت العينه العشوائيه، لكن اكشوال هو بيكون استخدم الاكسيدنتال سامبل، اكشوال بيكون استخدم الاكسيدنتال سامبل اللي دي العينات اللي هي اللي بتعامل معاها انا بطريقه غير احتماليه، يعني معناها ما بيستخدم فيها الايكوال شانس سلكشن، يعني اليونتس بتاعتي بختارها ما بختارها بطريقه عشوائيه، طبعا الطريقه العشوائيه اتفقنا من امس انه الطريقه العشوائيه دي طريقه منظمه او طريقه علميه، وليس كما هو شائع انه الطريقه العشوائيه دي معناها طريقه فوضويه، لا بالعكس هي طريقه منظمه طريقه علميه. الاكسيدنتال سامبل هي باخذ انا العينه بتاعتي بطريقه بالصدفه، يعني بوزع العينه بتاعتي او الكوشنير بوزعه بطريقه معينه بستخدم ادوات التواصل الاجتماعي او سو ايفر. البيربوز اوف سامبل معناه انا مثلا بستقطب عندي بقصد مثلا عدد معين مثلا من المرضى في مستشفى معين او في مركز صحي معين، وبقصد هؤلاء المرضى بطريقه معينه بطريقه لانه هم مقصودين في الدراسه بتاعتي، وبجي بوزع لهم الكوتشينير او بقعد معاهم اعمل معاهم المقابلات، دي البيربوز اوف سامبل، لانه هم عندهم حاله معينه وعندهم كيس معين. طيب الكود سامبل بتختلف من دي الاثنين، كود سامبل بيستخدم لما يكون عندي هاي فيريبيليتي في البوبوليشن، يعني مثلا حسيت انه في هاي فيريبيليتي يعني كان الكود سامبل مقابله لشنو؟ للسيرتيفاي سامبل. كود سامبل كانه انا بدي اقسم البوبوليشن حقي لطبقات او مجموعات كويس، وبدي اختار من دي مجموعه معينه كوتا، واختار من دي كوتا، واختار من المجموعه دي كوتا، وهكذا. طبعا دي بستخدمها لما يكون عندي هاي فيريبيليتي، دي بستخدمه لما يكون عندي هي هوموجينيتي في البوبوليشن، ده الفرق بيناتهم الثلاثه. طبعا في نوع رابع او خامس في خمسه ثانيه، لكن دي اهم انواع مستخدمين في السامبل ديزاين. حته مهمه دار اذكركم ليها برضه ثاني هنا، حته مهمه هنا انه مجرد ما انا استخدمت النوع ده من العينات
دائما التوزيع بتاع البوبوليشن هنا ما حيكون نورمال ديستريبيوتد، يفتقد لخصائص التوزيع الطبيعي. بمعنى اخر السامبل ما هتاخد خصائص البوبوليشن باي ديفينيشن، السامبل ما هتاخد خصائص البوبوليشن. البوبوليشن ده ما عنده خصائص، ما هتاخد خصائص ليه؟ لانه عمليه الاختيار المفردات تمت بطريقه غير عادله. يعني انا ما اديت ايكوال تشانس سلكشن لشنو؟ للبوبوليشن يونت. وبالتالي اتوقع انه السامبل ما حتكون اخذت خصائص المجتمع، وبالتالي المفروض هنا الاحصائيات اللي انا استخدمها المفروض تكون نون بارامتريك ستاتستيك. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. من الاخطاء الشائعة، عندنا كويس، تلقى الواحد عمل اكسيدنتال سامبل، وزع الكوشنير بتاعه على الواتساب، يطوال استخدم هنا البارامتريك ستاتستيك. دي من الاخطاء الشائعة في الابحاث العلمية بالذات في الزمن ده. تيجي طوالي استخدم هنا طوالي شنو؟ استخدم البارامتريك ستاتستكس او البارامتريك اناليسيس، والبارامتريك اناليسيس جاست اونلي فور probability سامبل، لانه العين العشوائيه دي البسيطه والسيستماتيك وبلا بلا بلا دي اتوقع منهم يكونوا ماخذين خصائص البوبوليشن. واذا هم ماخذين خصائص البوبوليشن، البوبوليشن هو بارامتريك، البوبوليشن ما عباره عن حاجه بارامتريك ستاتس كويس، وبالتالي المفروض هنا نستخدم البارامتريك اناليسيس. ومن الخطا انك تستخدم النون بروبابيلتي سامبل مع البارامتريك اناليسيس، المفروض تكون عندك شنو؟ نون بروبابيلتي سامبل ويز النون بروبابيلتي اناليسيس. احنا لما نيجي ناخد الانترميديت كورس معاكم هوريكم بعدين الفرق بين البارامتريك والنون بارامتريك اناليسيس كويس. بس المرحلة دي بس أعرف إنه طيب يا دكتور معلش سؤال. أيوة قولي. طيب في حالة الـ purpose of sample، يعني أنا ممكن يكون عندي مثلا مستشفى معينة اللي هو أنا عايزة disease معينة موجودة في المستشفى دي، تمام؟ فممكن أنا بالنسبة للـ sample أنا حاشيل منه يكون هي purpose of sample، لكن في نفس الوقت إنه أنا أشيل العدد بتاع الـ patients أو الأسماء بتاعتهم الناس اللي عايزاهم أنا أشيلهم بطريقة اللي هي سيستماتيك مثلا. في نفس الوقت أنا العين اللي أنا حاشيلها من المجتمع دي أو من المستشفى دي أكون محتاجة أعمم، يعني تكون حاجة تدعم على كل البوبيليشن. طيب هنا، طيب جميل، هل البوبيليشن بتاعك ده التارجت بوبيليشن موجود في المستشفى دي بس ولا في مستشفيات ثانية؟ إذا كان في مستشفى بس معينة، هل يعني مثلا زي المستشفى اللي هي اوريدي بس اللي مثلا اللي كانسر أو حاجة معينة، فأنا بس في المستشفى دي حاجة البوبوليشن. طيب هل المستشفى، هل التارجت بوبوليشن بتاعك، السؤال واضح يعني، التارجت بوبوليشن ده أو الكيس بتاعك ده موجود في المستشفى دي بس ولا في مستشفيات منطقة معينة؟ أو في مستشفيات تانية؟ بس في المستشفى، لا بس في المستشفى دي بس. بس في المستشفى دي؟ ممتاز. أيوة. إذا في مستشفى واحدة واستخدمت السيستماتيك راندوم سامبل، يبقى أنت هنا عملت probability sampling. وتستطيع أن تعمم نتائجك على المستشفى اللي هو طبعًا هو التارجت بوبوليشن بتاعي. إذا استخدمت systematic sample هنا ما دخل يعني في purpose of sample. لا هنا ما خلاص، ما هو التارجت بوبوليشن بتاعك ده الكور، خلاص التارجت بوبوليشن بتاعك مجموعتك موجوده في بوبوليشن معين، انت حصلت البوبوليشن ده واخترت منه بطريقه systematic، اذا معناها انت استخدمت هنا probability systematic sample، وبالتالي ممكن تعمل representation كويس، وبس تتأكدي بعدين بالنسبة للداتا بتاعتك تتأكدي من النورماليتي، خلاص؟ إذا اكتسبتي الشرط بتاع النورماليتي، لأنك أنت اكتسبتي الشرط بتاع شنو؟ سامبلينج، بس الميثودولوجي يعني، طبعا الجانب بتاع السامبلينج اللي هو الميثودولوجي اللي هو عملية بتاعت الاستيميشن،
اذا بتست الجانب بتاع النورماليتي او الداتا دايجنوستيك، بتست الجانب بتاع الداتا معناها طوالي هنا بتستخدم الاستاتستكس كويس، اللي هي البارامتريك ستاتستكس اوكي تمام شكرا. دي طبعا من ناحيه تكنيكال عميقه شويه. ايوه تمام، ما دخلتك ممتازه والله. طيب هل في سؤال؟ طبعا المثال بتاع ده بالمناسبه مثال الدكتوره ده يعني سهل علينا كثير والله، سهل على الناس. ممكن يكون في ناس عندهم اسئله لكن واضح انه السؤال بتاعه كان عملي تطبيقي اكثر شيء. طيب هنيجي بعد نحن ما طبعا المرحله دي كلها يا اخوانا كانت الاستيميشن بروسيس معي. كلنا الان كلنا بنتكلم عن الاستيميشن بروسيس اللي هي عمليه تحت التقدير، وهاو وي كان مينيمايز المارجن اوف ايرور. دي كلها الحاجات دي دايره في موضوع المارجن اوف ايرور كويس. بنيجي بعد كده انا بعد ما بعمل الاستيميشن بطلع الاستاتستكس بتاعتي. طيب طبعا الاستاتستكس اللي هي السامبل ستاتستكس انا بطلعها عشان ريبريزنت البوبوليشن. طبعا ذكرت لكم برضو في اول المحاضرات انه ليه انا بصنف المتغيرات، ليه متغيرات نوعيه ومتغيرات كميه، لانه لقينا او الاحصائيين لقوا انه او صنفوا المتغيرات على اساس انه كل احصائي كل متغيرات عندها احصائيات محدده، ما في تداخل بيناتهم، ما بيدخل تداخل بيناتهم. يعني التداخل بيناتهم ده بيديك مش ليدنج ريزلت، تداخل بين احصائيات المتعارضه مع نوعيه المتغيرات تديك ميس ليدنج ريزلت. فمثلا طبعا دي امثله يعني نوت ابسوليوت، يعني امثله بس لبعض الاحصائيات لمتغيرات النوعيه. يعني مثلا لو عندي الفيريبل حقي ده كورليتيد معناها الاحصائيات المناسبه معه في الديسكريبتيف ستاتستكس مناسب معاه مناسب معاه البروبورشن كويس، مناسب معاه الفريكونسي تيبل، مناسب معاه الميديان كويس، الكروس تابس دي كلها في الديسكريبتيف ستاتستكس. ده كان المتغير بتاعي كواليتيتيف. اما لو المتغير كان كوانتيتيف معناه مناسب معاه في الديسكريبتيف ستاتستكس، متوسط الوسط الحسابي الانحراف المعياري تباين وات سو ايفر كويس الرينج وهكذا. في الاحصاء الاستدلالي بحتاج اعمل مربع كاي اختبارات وكده، او هنا مثلا في الاشكال البيانيه عندي البار تشارت عندي الباي تشارت. دي طبعا في الكواليتيف فيريبل، دي حاجه اسمها اللوجيستيك ريجريشن، في حاجه اسمها السم نماذج السم، دي كلها بتيجي مع الكواليتيف داتا او الكواليتيف فيريبل. المتغيرات الكميه بتكون في الهيستوجرام النورمال كيرف لينير ريجريشن سكاتر بلوت، دي كلها بتيجي مع الكوانتيتيف. دي كوانتيتيف فيريبل ستاتستكس ودي كواليتيف فيريبل ستاتستكس. يعني مثلا انا عايز احسب اشوف المتوسط بتاع الويت في المثال حقنا، اشوف المتوسط بتاع الويت او عندي الويت حسبته انا جمعت الويت الوزن بتاع الاسر وعايز اطلع منه احصائيات، هل ممكن اطلع بروبورشن منه من الويت؟ لا لانه كمي، لانه هو كمي صح، ما ممكن اطلع بروبورشن نسبه يعني ما عنده اي معنى. او ممكن احسب المنوال للويت ممكن طبعا، لكن طبعا اتس بيتر تو يوز شنو المين راذر ذان شنو المود. ممكن احسب الميديا نعم ممكن، لكن افضل استخدم المين، الا بمشي للميديم في حاله انه الميديا طبعا بيجي مع برضه كوالتيتيف فيريبل، بمشي للميديم في حاله او بيجي مع الكوانتيتيف لكن ديسكريت ما كونتينوس. مثلا بختار برضه المين لانه افضل بعد ما اتاكد من انه الداتا مثلا نورمال ديستريبيوشن او كده نورمال ديستريبيوتد او لا الستاندرد ديفيشن وهكذا. وضحت السلايد دي؟ طبعا ممكن على الجندر هنا مثلا كواليتيف فيريبل، هل ممكن اطلع مين للجندر؟ لاحظ هو كواليتيف فيريبل ما ممكن اعمل مين، افضل استخدم شنو؟ البروبورشن. طبعا زي ما قلت لكم الاس بي سيس ما عنده مشكله، ايوه الاس بي سيس بيديه الامر هو بنفذ
تطلع لك نتيجه لكن مش ليدنج ريزلت، ما بتقدر تطلع، ما بتفهمها. لذلك لازم انت ك في مهاره من مهاراتك تعرف تختار الاحصائيه المناسبه مع النوع المتغير. يعني انت عندك المتغير بتاعك ده كمي ولا نوعي، تعرفه اول حاجه تحدده، بعد كده عشان تقدر تحدد الاحصائيه المناسبه معه. عرفتوا ليه احنا كنا بنتكلم امبارح عن المتغيرات كثير؟ عشان بعدين لما نجي نحدد الاحصائيات نحددها وفقا للطريقه السليمه، الطريقه السليمه. طبعا الاس بي اس برضه فيه عنده فيه احصائيات جميله، عنده حاجات جميله فيه في الاس بي اس، حاجه اسمها في تخصص علمي كده اسمه جي اي اس، جيوغرافيكال انفورميشن سيستم. والجي اي اس في الاس بي اس عنده حاجه اسمها السوشيو ايكونوميك مابينج، مابينج اناليسيس، يعني في خرائط طلع لي خرائط، خريطه والخريطه دي بيكون فيها احصائيات معينه، عنده انواع من الخرائط. يعني مثلا عنده خريطه اسمها بار تشارت ماب كويس، يعني هي بتقدر تعرف مثلا الخريطه بتاعتي انا مثلا هنا السودان، بيجي اشوف التوزيع مثلا بتاع الخدمات الصحيه والتعليميه مثلا، مثلا الاحمر ده بيمثل الخدمات الصحيه سوري التعليميه، والاخضر بيمثل بتاع الخدمات التعليميه. اشوف التركيز بتاع الخدمات الصحيه اكثر وين، في ولايه الخرطوم، في دارفور. ده طبعا قديمه الخريطه، قديمه انا دول قديم يا اخي، السودان اتقسم بعد ذاك. طيب بيجي اشوف مثلا الخدمات، مستوى الخدمات متوازن في الخدمات في كل ولايه كيف، اشوف التوزيع بتاع الخدمات واعمل التخطيط بتاعي الاستراتيجي. يعني دي اسمها البار تشارت ماب، جميله يعني بتطلع حاجات حلوه شديد. برضو عندك حاجه اسمها دوت دنسيتي ماب، اشوف الكثافه مثلا بتاعت الحالات. هنا بحسب لك مثلا حاله مثلا او دوت النقطه تمثل مثلا سبع حالات لكورونا فيروس مثلا، اشوف الانتشار بتاعه. طبعا الدوت دنسيتي بتراعي للمساحه وفي نفس الوقت العدد، يعني عندها تو دايمنشن. الدوت دنسيتي بتعين فيها تو دايمنشن، يعني ممكن يكون العدد كثير لكن المساحه كبيره، وبالتالي ما في كثافه هنا. مثلا هنا ولايه الخرطوم الكثافه بتاعت الانتشار هنا مثلا اعلى من دارفور، بالرغم من انه ممكن تكون الحالات الموجوده في دارفور مثلا اكثر من ولايه الخرطوم، لكن لانه الدوت دنسيتي معناها بيراعي الجانب بتاع المساحه. فده هو علم جميل طبعا الجي اي اس ده، جيوغرافيكال انفورميشن سيستم. كويس، دي واحده من انواع الخرائط بتاعت الاس بي اس. كان بيستخدموها اتذكر زمان كنا في السودان مع وزاره الصحه ولايه الخرطوم، كانوا بيحسبوا الدوت دنسيتي بالنسبه لانتشار الباعوض في منطقه مثلا في ولايه الخرطوم مقسمه للمحليات. كويس، طبعا الخريطه بتظهر لك هنا، بعدين ولايه الخرطوم كبيره كده ومقسمه لمحليات، وتشوف انت الدوت دنسيتي لانتشار الباعوض، تشوف الباعوض منتشر اكثر وين. كويس، يعني مثلا واحد لسبعه، يعني ممكن يكون النقطه الواحده تعادل مثلا سبع باعوضات مثلا. طبعا عندها مقاييس معينه الاطباء بيكونوا عارفينها، تقدر تعرف الكثافه بتاعت المرض بتاعك موجوده اكثر وين او متوقعه اكثر وين، وبالتالي خدماتك الصحيه المفروض تتقدم وين اكثر، ومواردك ممكن تتوجه وين وكيف. بيساعدك كثير جدا طبعا الخرائط دي، الجي اي اس ماب دي. طبعا المنظمات بالذات بتشتغل بالمابس دي او الجي اس، والخريطه طبعا قيمتها الاقتصاديه والتجاريه كبيره جدا، يعني ممكن تعمل خريطه زي كده تكون قيمتها 10,000 دولار، لانه بتساعد طبعا متخذ القرار بانه يتخذ قراره بطريقه سليمه وصحيحه وناجحه. طيب هنا برضه في نوع من انواع الخرائط اسمه الرينج اوف فاليو ماب، كلها دي احصائيات طبعا يا اخوانا. هنا بيقوم مستوى الكلر بيوريك مستوى الليفل، يعني كل ما الكلر او الليفل بتاع الظاهره مرتفع معناه الكلر مرتفع وهكذا. هي ممكن يديك حاجه اسمها باي تشارت ماب اللي هو ديستريبيوشن للمابس على حسب شنو، حسب الجندر مثلا او كده. طبعا دي موجوده التطبيقات دي في الاس بي اس فيرجن 13 وفيرجن 15 والان موجود في فيرجن 25 فيه، بس انا لسه ما طبقت عليه، لكن طبقنا على الفيرجنات القديمه دي، يعني اللي هي 13 دي 2000 دي 2000 تقريبا ده 2004 ودي 2006
الفيشن ده كان 2006 تقريبا وهكذا. ال 25 ده ما طبقتش، ولكن فيه برضه اوبشنز بتاعت جي اي اس مابس. واضح؟ طيب دي طبعا كلها في اطار الاحصائيات يا اخوانا، ده في اطار شنو؟ الاحصائيات. طيب هنجي بعد ما احنا طلعنا احصائياتنا المفروض نعمل لها تيستنج، مش كده؟ دي نقطة مهمة جدا. لا نعمل لها تيستنج في الاحصائيات دي. طيب نيجي نعمل الاحصائيات تيستنج ويكون عندنا طبعا فرضيتين، في حاجة اسمها النال هايبوثيسيس والالترنيت هايبوثيسيس. بعين البي فاليو، شوف البي فاليو اذا كان هاي اور لو، ويكون عندي قيمة اسمها الفا اللي هو ده مستوى الخطأ. بي فاليو تمثل طبعا بتمثل لنا يا اخوان البي فاليو هنا المارجن اوف ايرور. بي فاليو هنا بتمثل المارجن اوف ايرور اللي هو ده الدي، الخطا المسموح به، يعني انت عندك خطا مستوى خطا مسموح به. سوري ده مستوى الخطا الفعلي، الالفا بتمثل مستوى الخطا المسموح به. فاذا كان الخطا بتاعك في التقدير اكبر من الخطا المسموح به تتوقع انت حتقبل فرض العدم وترفضه. طبعا فرض العدم بيعني انه الاحصائيه تساوي صفر. فرض العدم انه الاحصائيه تساوي صفر اسمها الفرضيه الصفريه حتى كمان يعني. فهنا لو كان التقدير بتاعك اكبر من الخطا المسموح به، الخطا المستنتج من التقدير اكبر من الخطا المسموح به، فهنا بتقوم طوالي بتعمل اكسبت للنال هايبوثيسيس، بتقول الاحصائيه دي غير ممثله للمجتمع، الستاتستكس دي غير ممثله للبوبوليشن، يعني ما حتعتمد نتائجك هنا. والعكس صحيح طبعا، دي ادوات الاختبارات، انواع الاختبارات طبعا ليست كلها، ان جزء منها جزء منها يعني. والعكس صحيح هنا، اذا كانت البي فاليو ليس اور ايكوال الفا، هنا طوالي بنرفض هنا فرض العدم، هنا طوالي بنقول والله الاحصائيه بتاعتنا دي نحن حنرفض فرض العدم اللي هو الاحصائيه تساوي صفر دي حنرفضها. بالعكس بنقول الاحصائيه دي لا تساوي صفر، وانما عندها قيمه وممكن نعمم القيمه دي على المجتمع ككل. دي الفكره بتاعت الاختبار الاحصائي. طبعا هنا لانه مستوى الخطا كان اقل من المستوى المطلوب المحدد من قبل الباحثين، فبالتالي حنقوم نرفض هنا فرض العدم. هنا وي ريجكت النل هايبوثيس، اكسبت الالترناتيف هايبوثيس. هنا وي اكسبت النل هايبوثيس اند ريجكت الالترناتيف هايبوثيس. قرارك بيكون دائما في النل هايبوثيس، اكسبت اور ريجكت. دائما القرار بيكون هنا اكسبت اور ريجكت النل هايبوثيس. الالترناتيف هايبوثيس ما بتجيب سيرتها في صيغه الفرضيه. واضح؟ سؤال؟ في سؤال؟ الشرح واضح يا اخوانا ولا ماشي سريع انا؟ لا واضح. طيب طبعا الحياة دي كلها هنيجي نطبق عليها، ده كلام نظري ساي كده. واضح جدا. نيجي نطبق عليها كلها ان شاء الله الحاجات دي. و طبعا هذه نوعية الاختبارات الاحصائية مثال لها بس وفكرة عامة عنها. هنيجي نطبق بعدين على الاختبارات. هناخد الوان سامبل تي تيست، هناخد الاندبندنت سامبل تي تيست. انوبا تيست ده حنأجله للانترميديت كورس، ده انوبا تيست. هناخد كاي سكوير، هناخد ار، وده الريجريشن موديل او الريجريشن كوفيشنت حنأجله للانترميديت كورس. هناخد تطبيقين في الاختبارات الفروق، وتطبيقين في اختبارات العلاقات. كويس؟ هنجي نشرحهم ليتر اون في وقتهم يعني، عشان بس ما ناخذ زمن كثير. طيب طبعا نلخص الشرايح حقتنا من اول محاضره لحد هسه. احنا قلنا في النهايه يكون عندنا داتا
والداتا دي مصنفه لفاريبلز، والفاريبلز دي بنعمل لها استيميشن، ونمرر بالاستيميشن ونطلع منها statistics، والstatistics دي بنعمل لها testing. و يا دكتور سلام عليكم. السلام، تفضل. ويلكم، تفضل. عادل يا دكتور. ايوه تفضل. عندي سؤال في القصة بتاعت السوشيال ايكونوميك اناليسيس. سوشيال شنو؟ هو بيكون في جاهز بالكوتشينير ولا العادي؟ قول سؤالك تاني يا عادل. ولا الصوت شوية وقطع. الفكرة بتاعت السوشيال ايكونوميك اناليسيس. ايوه. هو بيكون فيه تمبلت جاهز بتاع الشير والفكرة شنو في الاسبيس؟ يعني طبيعة البيانات اللي بقصدك يعني؟ تقصد انت في الجي اي اس مابينج يعني؟ شرحته انا قبل شويه. طبعا اتس بيتر في الجي اي اس مابينج يكون عندك داتا بيز، اتس بيتر يكون عندك شنو؟ الداتا بيز، يعني الداتا الاساسيه الموجوده في السجلات الخاصه بالمناطق دي، بالمناطق الجغرافيه، عشان تديك شنو؟ بعدين تديك يعني كلير برسبكتيف، تديك رؤيه واضحه بالنسبه لشنو؟ بالنسبه لاتخاذ القرار بتاعك انت او النتائج اللي عايز توصل لها. واضح يا عادل؟ ممكن برضو تعملها على مستوى السامبلينج برضو، ممكن يعني ممكن تعمل سامبلينج كويس، والسامبلينج يكون في كل مناطق او في كل منطقه معينه او في كل ولايه او في كل اقليم، وتجي تعمل اسقاط للقيم بتاعت السامبل في كل منطقة. لكن اتس بيتر طبعا هنا ما تستخدم شنو؟ يعني تستخدم احصائيات معينة، يعني تستخدم النسب، ممكن تستخدم الرينج فاليو ماب، وممكن تستخدم الباي شارت والبار شارت، لكن تستخدم النسب وليس التكرارات. يعني ما تستخدم الفريكوانسيز، استخدم افضل النسب البرسنتيج، عشان ممكن البرسنتج او البروبورشنز تعميم على البوبوليشن، لانك انت بتتعامل مع السامبل. ده في الحاله الثانيه لو انت تعاملت معاها بالسامبلينج، يعني ما تعاملت مع التوتال بوبوليشن او الداتا بيز. اما لو عندك داتا بيز ممكن تستخدم حتى الدونت دنسيتي ماب، ممكن تستخدم كل انواع الخرائط انا ذكرتها دي. طبعا في برنامج اسمه ارك جي اي اس، ارك جي اي اس ده البرنامج ده متخصص اصلا في جي اي اس، وتبع شركه اسمها ايزري، شركه امريكيه اصلا محتكره للعمليات بتاعت الجي اي اس اناليسيس. طبعا المجال بتاع الجي اي اس ده مجال رائع جدا ممتع، وانا افتكر المفروض كل الناس يتخصصوا فيه، في اي تخصص في اي مجال، حتى في المجال التعليمي، حتى لو انت يعني متخصص في المجال التعليمي محتاج تعرف حاجه عن الجي اي اس عشان تساعد في عمليه التخطيط حتى التعليمي، يعني توزيع المدارس بالنسبه للبوبوليشن، توزيع المدارس كخدمه بالنسبه للهاوس هولد للاسر كويس، بالنسبه في المجال الصحي مهم جدا الجي اي اس، المجال الاقتصادي والتجاري، حتى لو كنت بتاع ضرائب يعني الضرائب بيخافوا منه الناس صح؟ حتى لو كنت بتاع الضرائب مثلا ماسك اداره الضرائب مهم جدا تتعامل مع الجي اي اس مابينج عشان تقدر تخطط لكيف تحقق الربط بتاعك وفقا للتوزيع الجغرافي لل النشاط التجاري في المنطقة، بيساعدك كثير جدا في اتخاذ القرار في أي مجال. الجي اي اس مهم يعني، جي اي اس جيوغرافيكال انفورميشن سيستم.
أي مجال مهم يعني. شايف جاوبت على سؤالك كده أنا. طيب. فقلنا هنا عندنا data variables estimation statistics testing analysis representation وبيجي بعد كده أنا بعمل بعد آخر حاجة بعمل analysis representation بعد ما أعمل التستينج وبكون واضح في حساباتي إنه العملية بتاعت التحليل الإحصائي دي في العملية بتاعت representation analysis interpretation راعي في إنه الفكرة إنه the final result is not just a number it's a complete picture for what the data are trying to tell us about an actual problem. يعني أنت لو طلعت رقم واحد إحصائي ممكن يديك صورة متكاملة للمشكلة. رقم إحصائي واحد يديك صورة متكاملة للمشكلة الإحصائية اللي أنت بتبحث عنها. واضحة دي يا شباب؟ شباب واضحة؟ نعم واضح تمام تمام طيب طيب إذن كده إحنا انتهينا من الجانب النظري. في زول عنده سؤال لو في أسئلة عشان نبدأ في التطبيق يا الآن حنبدأ ندخل الداتا ونبدأ نعمل تحليل. ما في سؤال؟ وينكم الليلة يا شباب؟ أنتوا وين الليلة؟ موجودين. الليلة انتراكشن تعبان شديد يا أخي. كلام جميل وما خليت لنا فرقة يعني أصلاً كملت كل ال... والله إن شاء الله يا أخي. We hope so والله يعني حقيقة. إبراهيم. نعم. أنا ذلك. الحمد لله رب العالمين يعني صورة واضحة جداً. تقريبا بعد المجهود علينا نحن ان شاء الله ربنا يوفرنا كده نقوم نطبق ونوقع الموضوع ده اكثر بالمور براكتس ان شاء الله. طبعا بركز اكثر حاجه بالمناسبه على المفاهيم الجانب النظري في الاستاتستكس اكثر من جانب التطبيق لانه جانب التطبيق موجود ومتاح في يعني مثلا عشان ممكن تدخل الانترنت في اي حاجه عايز تكتب في جوجل كويس او اليوتيوب بديك طوال الفيديو جاهز للتطبيق اللي عايز تعمله. لكن مهم جدا التطبيق اللي انا حعمله ده النتائج اللي حصل ليها دي كيف افسرها؟ ماذا تعني النتائج؟ الاحصائيات اللي بتطلع معنا شنو؟ ايوه بالضبط كده دي الحته المهمه جدا عشان كده انا اخذت شويه في الجانب النظري زمن اكثر. طيب حنيجي على الجانب التطبيق. جانب التطبيق كلنا مع بعض لو في طريقه نفتح البرنامج. طبعا انا هبدا اعمل خطوات بتاعت ادخال البيانات وعمليه التحليل وكده هعمل الحاجات دي بخطوات وهنتظر شويه يعني بديك مثلا دقيقه دقيقتين عشان تتابع معايا عشان نكون كلنا مع بعض ماشيين. يا ريت لو قدرتوا تفتحوا البرنامج الان من طبعا من ستارت اللي عنده نزل برنامج 25 او فيرجن 25 ممكن نزل 18 ممكن اي فيرجن ممكن اي بيشر لحد 13 11 ممكن انتظركم لما بديكم زي 5 دقائق تفتحوا الاجهزه. انا قاعدين ننزل بتنزل البرنامج دارنا ننزل الفاريبل فيو. ايوه كويس تمام يعني تمام يعني فاتحين البرنامج يعني ايوه نعم جاهزين. طيب جميل. طيب خلوني انا اشرح شويه حاجه كده بس سريعه قبل ما ننزل البرنامج. طيب ممتازين كويس معنا ماشيين كويس معي. طيب هنا يعني مثلا عايز اتفق معكم على حاجات معينه طيب لاحظوا معي هنا في الشريحه دي احنا عايزين نعمل الاسبيسيس داتا اناليسيس يعني عمليه التحليل بتاعت البيانات بتبدا منهجيا بالطريقه دي
اول حاجه باول حاجه بتعمل حاجه اسمها داتا مانجمنت. داتا مانجمنت اول خطوه بتعملها، اول خطوه بتعرف المتغيرات، اول خطوه. لاحظ الترتيب ده مهم. الخطوه الثانيه بتدخل البيانات، يعني وليس العكس، يعني ما تدخل البيانات بعدين تيجي تعرف المتغيرات، هاي الطريقه ما صحيحه، دخلك فيها اخطاء. صحيح انك تعرف المتغيرات اول بعدين تيجي تدخل البيانات. بعد كده بعد ما عملت العمليه دي بتجي العمليه بتاعت التحليل، استخراج الاحصائيات، استخراج الاحصائيات بتميز بين حاجتين. لاحظ معي هنا عندك qualitative variable كويس، عندك quantitative variable معناها الخطوات بتاعتك او الاجراءات اللي هتستخدمها، analyze زائد descriptive statistics زائد descriptive، دي مهمه جدا. يعني مع quantitative تختار descriptive. طيب لو كان متغيرك qualitative variable كويس، مع نفس الخطوات analyze نفس الاريا، بس لكن هنا بدل ما تختار ديسكريت هتختار frequency. طبعا ده في الجانب بتاع descriptive statistics، يعني احصائيات الوصفيه الاساسيه البسيطه. النقطه المهمه انه quantitative بيجي معاه descriptive، دي لازم تعرفها كويس عشان تكون محلل بعدين وتعرف تحلل الداتا بتاعتك. والكواليتاتيف فاريبل بيجي معاه فريكوانسي. خلاص؟ اي تداخل، يعني مثلا لو انت عندك كواليتاتيف فاريبل اخترت معاه ديسكريبتيف الاس بي اس طلع لك نتيجه، ما عندي اي مشكله. طلع لك اوت بوت لكن مس ليدنج ريزلت، ما عنده اي معنى. الريزلت دي ما تقدر تفسرها. كويس؟ أو مثلا لو كان عندك quantitative variable اخترت معاه frequencies برضه يديك misleading result. لذلك اختيار الإحصائية بالطريقة الصحيحة حسب الأسهم اللي أنا عاملها دي، ده مهم جدا جدا جدا. طيب هنبدأ هسه بمرحلة تعريف المتغيرات ثم بعد كده ندخل البيانات. طيب هنعرف المتغيرات كيف؟ هنجي اول حاجه عشان نعرف المتغيرات تفتح الفيريبل فيو هنا. تفتح شنو؟ فيريبل فيو، كلنا مع بعض نفتح هنا فيريبل فيو. طيب فيريبل فيو هاجي هنا في النيم هكتب ايج، طبعا ده المتغير بتاعي انا حسب المثال حقي انا ذاكره لكم. هكتب هنا ايج وحمشي بالسهم طوالي بالسهم اليمين، هتخطى تايب، هتخطى ويدث، هتخطى ديسيمال، دي كلها حاجات ما مهمه. تايب يعني نوع المتغير، نيوميريك يعني انا بترجمه بمعنى احصائي، نيوميريك يعني احصائي، يعني يمكن استخلاص النتائج الاحصائيه من خلاله او منه. طبعا الويدث عدد الخانات الرقميه اللي انت محتاج لها عشان تكتب المتغير، الديسيمال عدد الخانات العشريه اللي انت محتاج لها عشان تكتب المتغير. طبعا الايدج هنا احنا ما محتاجين ديسيمال، وخلي الويدث 8 لو زياده ما مشكله. مهم جدا الليبل هنا، في الليبل هنا تكتب ايج اوف امبلوي، الليبل اكتب ايج اوف امبلوي. طيب في الفاليو، في الفاليو هنا دي الشريحه دي الحقل ده مهم جدا، الفيلد بتاع الفاليوز ده مهم جدا جدا جدا، فيري امبورتنت. انت عندك ثلاثه حقول مهمه في تعريف المتغيرات، ثلاثه حقول مهمه، نيم، ليبل، الفاليوز. هتيجي هنا في الفاليوز بتشوف المتغير ده كمي ولا نوعي، كوانتيتيف اور كواليتيف. اسمع منكم quantitative الفاليوز في او الحقل بتاع الفاليوز هنا مستخدم فقط للكواليتاتيف. يستخدم فقط للكواليتاتيف فيريبل
qualitative variable. This is used only for qualitative. ده ما تستخدمه لو كان عندك quantitative. أنا أسأل الأيج quantitative ما حنستخدم معه الفاليوز. باس على طول بمشي بعدي طوالي بمشي الميسنج عدي كولوم عدي الالاينمنت كويس على طول اعدي امشي كويس على طول هنا ما بعمل فاليوز بعدي منها ميسنج الالاينمنت في الميجرمنت هنا عندي في الميجرمنت برضو مهمه بجي بشوف عندي في الميجرمنت عندي 3 types of measurement ذكرناها في أول محاضرة عندي scale, ordinal, nominal طبعاً scale, ordinal, nominal ordinal, nominal للqualitative variables ordinal, nominal للqualitative variables وscale للquantitative variables طيب الـ H هنا الـ H variable quantitative ولا qualitative؟ Quantitative بالتالي مفروض أختار لك الـ measurement scale scale خلاص تمام طيب يا دكتور ايوه طيب مثلا لو انا كنت حاسب اخذت الايج جروب الاستبيان بتاعي مثلا رينج يعني من ممتاز. 18 لكم 20 من كده لكده انا بستخدم شنو سؤالك سمح طبعا هنا الايج انا اخذته على اصله يعني اصل متغير هنا كوانتيتيف وطوالي انا طلعت الايج كمتغير كمي هنا لكن لو انا خطيته the classes او خطيته فئات معناها طوالي يتحول من quantitative ل qualitative ordinal الى qualitative ordinal خلاص طبعا بيجي اختار لي هنا الفاليوز بعدين كيف اختار الفاليوز هنا بيجي اقول والله مثلا في الفاليوز هنا لانه هو qualitative طبعا قلنا الحقل ده بيستخدم في qualitative variable لو كان عندي ال h الايج عباره عن كلاسز بجي اقول والله الفئه الاولى الرينج بتاع العمر بتاعها من 15 سنه كويس ل 25 سنه مثلا كويس وادخل الفئه الثانيه مثلا من 26 او من 30 سنه او من 25 سنه كويس ل 35 سنه وهكذا لحد ما اكمل الفئات حقتي كلها ده لازم لو كان الـ age qualitative variable معناها بيعمل لي values يعني. أنا نيجي نشوف الحالات زي دي يعني. طيب هسه أنا كده خلصت الـ age كلنا خلصنا الـ age نيجي الـ variable بعده عندنا weight. الـ weight بجي في النيم هنا بكتب الـ weight وعدي numeric with 8 decimal 0 label مهم جدا label حدد هنا الويت اوف امبلوي العمليه اللي بنعمل فيها دي اسمها ديفايننج فاريبلز العمليه دي اسمها ديفايننج فاريبلز هنا الويت ويت طبعا برضه هنا سكيل ويت اوف امبلوي طبعا البيانات دي خاصه بالموظفين في شركه معينه طيب اجي هنا بعد الويت في الجندر طيب متابعين معي؟ ايوه طيب يلا هنا variable number 3 جندر اكتب الجندر هنا عدي طوالي التايب نيوميريك الويت 8 ديسيمال 0 الليبل جندر اوف امبلوي ايوه هنا دي النقطة مهمة هاجي ألقى إنه الجندر ده qualitative معناه أنا محتاج أستخدم الحقل بتاع الفاليوز هنا لأنه qualitative الفاليوز هنا معناه أنا محتاج أعمل ترميز كودي لشنو؟ دي الجندر لأنه qualitative فحاضغط هنا في المكان ده حفتح هيجيني dialog box ضغط في المكان ده هيجيني dialog box dialog box ده احدد فيه الفاليوز ده الكود بتاعي معناها واحد انا قاصد به هنا اكتب ميل واثنين بعد ما اكتب هنا واحد ميل كده اضغط طوالي شنو
اد جبت واحد ميل، انا قاصد بالرقم واحد ده ميل، بعد ضغطت اد اكتب هنا اثنين فيميل، اثنين فيميل واعمل اد. خلصت كده وانا اصلا عندي تو كاتيجوري، يعني مثلا في الجندر عندي تو كاتيجوري، عندي ميل فيميل معناها واحد اثنين او صفر واحد دازنت ماتر او 99 100، بس اي كود يميزك بين الميل والفيميل. بعد عملت العمليه دي ايوه التايب نيوميريك التايب، عشان كده عملت التايب للجندر. ايوه عشان كده عملت التايب نيوميريك صح. ايوه انا هنا اديته رقم هنا صح، انا اديته رقم ايوه صحيح صحيح. طيب وهنا بعد كده بعد ما انتهيت من العمليه دي بعد عملت اد اد الاثنين ظهروا لي هنا ميل في ميل واحد اثنين، اضغط اوكي. خلاص دكتور انا كل الفاريبلز بخليها نيوميريك، كلها من نيوميريك. النيوميريك انا بترجمه نيوميريك معناها احصائي، يعني يمكن استخلاص النتائج احصائيه من هذا المتغير نيوميريك، يعني كده نيوميريك ما معناها رقمي. ليش بتس هنا معناها احصائي؟ لانه يعني في متغيرات رقميه ثانيه لكن ما تقدر تطلع منها احصائيات حسب التايب بتاعه. في عنده داتا بيز فاريبلز ما تقدر تعمل منها احصائيات، داتا بيز فاريبلز كويس. ما كل الاحصائيات او انواع المتغيرات عنده هنا في داتا بيز فاريبلز ايضا احيانا، يعني ما كل انواع المتغيرات في الاس بي سي تقدر تطلع منها احصائيات. في سترينجز فاريبل، سترينجز حرفي، في متغير حرفي لو ده بكون داتا بيز ما بيطلع لك احصائيات منه. بتعامل دائما احصائيا مع النيوميريك وبعض الفاريبلز الديت مثلا او الكرنسي او كده. طيب هنا حاجي في الجندر في الميجرمنت اختار نومينال، اتفقنا انه الجندر نومينال صح؟ زول بيقول غير كده؟ زول بيقول الجندر ده اوردينال، طيب بعد ما عملت الجندر هنجي الفاريبل نمبر 4 اللي هو شنو؟ فاريبل نمبر 4 انكم، الصوت ده عندكم كلكم ما شغال ولا عندي هنا يا ربي؟ نعم في صوت، صوت بتاع صفير، في صوت بتاع صفير. في زي أربعة فاتحين المايك حقه يا شباب، الناس تقفل المايك عشان نقدر نسمع بوضوح. كده ما في صوت نهائي يا دكتور. كده الصوت وقف تماما.
الو 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 دكتور ده ما واصل. الو 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 ايوه كده رجع صوت صح كده رجع ايوه نعم كده تمام برضو ايوه خلاص يلا هنا وقفنا في الانكم يا اخوانا كده الصوت رجع ايوه اوكي في الانكم ليفل اوف انكم انتهينا منها بدينا فور احنا والله كنا في الجندر يا لكن الجندر في الجندر في الفاليوز معي لحد هنا في الفاليوز دايلوج بوكس هنا فاليوز واحد اكتب هنا واحد اكتب هنا ميل اضغط اد كويس طبعا دي حتجيبها من وين بتجيبها من هنا تحت الفاليوز طوالي في المكان ده بالضبط تضغط بتجيك صندوق الحوار ده يلا عندك انت الفاليو واحد والليبل بتاع ميل اضغط اد اثنين والليبل بتاع في ميل اضغط اد وخلصت اضغط اوكي كده انتهيت من الجندر تيجي في الانكم الانكم هنا في الليبل ليبل اوف انكم طبعا الليبل ده مهم يا اخوانا لانه بعدين النتائج تطلع لك بالليبل يعني الاوتبوت بتاع الاحصاء بتاع الاستاتستكس بتاع الاس بي سيس بيطلع لك بالليبل ده يعني المسمى اللي سميته هنا النتيجه الاحصائيه بتطلع لك بالليبل مهم شديد يعني طبعا عندنا بالانكم طبعا سكيل برضو انكم سكيل لانه كوانتيتيف حاجه هنا الادوكيشن ادوكيشن كويس في الادوكيشن باس 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 level of education في الليبل هنا طيب education عندي فيه values لانه qualitative qualitative variable معناها احتاج اعمل له coding اعمل له coding هنا جيت هنا حاجه في value 1 الليبل بتاعي secondary تعليمه secondary 2 تعليمه جامعي 3 تعليمه بوست جراديويت خلاص واضغط اوكي واضغط لو سمحت يا دكتور يا دكتور ما في صوت ما في صوت طيب اذا معناه الصوت عند الدكتور فقط هو الفاصل يعني لانه انا سمعتك حاليا شكله احنا سامعين بعض الصوت لانه
الو الو، سامعني كده؟ ايوه نعم، الصوت مسموع. تمام تمام، هو بس انا طلعت وجيت ثاني شكله في كم مشكله في الكونكشن. طيب هنا اللي في سؤال كان قبل شويه من اختنا سماح. ايوه يا دكتور، انا عندي سؤال. كان في أيوة. سؤال بالنسبه للانكم. بالنسبه للانكم لما عملنا لها ليبل هي بقت ليفل اوف انكم، فانا ما اعرف يعني فهم لي الليفل معناتها هي حاجه حتكون اوردينال يعني في ترتيب اختبارها مراحل او كده، فاحنا ليه هناك عملناها سكيل؟ ما نفس الفكره في ليفل اوف اديوكيشن. كلامك صحيح، كلام مزبوط يعني، هو بس في المسمى بس يعني، يعني بس او ممكن تكون الاختلاف بس مسمى هنا يعني، مثلا المفروض يكون هنا انكم فعلا، بس انا سميته هنا ليفل اوف انكم لانه الاقتصاديين بيسموه كده يعني، بيسموه مستوى الدخل يعني، استترجمته كده. لكن مقصود به كمثلا كمرتب او قيمه رقميه. ايوه رقم بالضبط، رقم متغير كمي، بس هنا مثلا مسمى الاختلاف في المسمى. لكن هنا طبيعه المتغير مثلا في education صح، هو برضه نفس كلمه ليفل، لكن طبيعه الادوكيشن حاجه اوردينال. ايوه الكواليتي فيريبل. طيب هنا في الفاليوز يلا بنجي في الادوكيشن. الله يبارك فيك. في الادوكيشن هنا بنجي بنلقى واحد سكندري، اثنين يونيفرسيتي، ثلاثه بوست جرادويت، وهكذا. حاول تستعجل شويه عشان انا عندي بس حاجات داير اخلصها اليوم، وبكره عايز ابدا في موضوع مهم جدا يعني. بكره احنا في البارت 2 هندخل بارت 2، اللي احنا خلص لنا بارت 1 ندخل بارت 2 في الكورس تبع المستوى الثاني يعني. طيب خلصنا الادوكيشن ليفل؟ نعم. اوريجينال؟ تمام. اوريجينال نعم. تمام. هيجي الفيريبل نمبر 6 اوكيبيشن. انا برضه بسال الموظف عن وظيفته، نوع وظيفته طبعا متغير نوعي اوكيبيشن. باس 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 تايب اوف اوكيبيشن، مهم المسمى ده بعدين بتطلع بيه النتيجه. طالما هو كواليتيف فيريبل، كواليتيف فيريبل معناه اي نيد ذيس فيلد، اي نيد تو ريكورد the categories of you know type of occupation. اللي معناها اعمل لها ريكوردنج، هي واحد مانجر، عندي مدير، اثنين ريسيرشر، ثلاثه انجينير، حسب ما واضح هنا في المثال. طبعا دي الخيارات الموجوده في الكويشنير، طبعا الخيارات الموجوده وين في الكويشنير، واضحه واضحه الحته دي. برايكم شنو لو خلينا المواعيد ثاني في الوقت ده يعني، نكمل باقي الكورس في نفس المواعيد؟ مش احسن؟ انا اي شايف انا، لانه الشبكه عندي دايما بتكون مع المغرب فيها مشكله، عندنا في توقيتنا هنا في المغرب بتكون في مشكله، لكن بعد المغرب بساعه ما بكون في زحمه يعني، يكون التقطيع مناسب شويه يعني، لو في تقطيع بيكون مقبول يعني. فانا شايف لحد ما نخلص السباق لنا ثلاثة يوم، باقي لنا الثلاثاء والاربعاء والخميس، كثير صح؟ كونفيرم حنشتغل الخميس يا دكتور؟ والله يعني انا شايف الخميس ممكن نشتغله، عشان انا بخط احتياطي، لكن شكلنا حنحتاج له. ما عندنا مشكله، ما دام الناس حتطلع يعني كويس تمام، عشان بس هي صوره كويس حاجه ناقصه، عشان لما انت تجوني في الانترميديت كويس. هاي بس انا طبعا هدمجكم المجموعتين مع بعض، المجموعه الاولى والثانيه، ونشوف بعد ذاك نشوف الفاينل. طبعا هنعرف فاينل المجموعه كويس. وبعدين بعدين ما تجي المجموعه الثانيه تقول لي ده ما اديتنا له، لما تلقوا حاجات بعدين في الانترميديت كورس ما تقول لي ده ما اديتنا له ما اخذناه. طيب خلاص خلصنا الاوكيبيشن. طيب
هنجي في الفيريبل نمبر 7 طبعا الاكيوبيشن نومينال صح نومينال ميجر السموكينج سموكينج الليبل ار يو سموكينج سؤال عادي طبعا انت كوتشينير والفاليوز تحتي 1 2 يس نو سموكينج طبعا يس نو ممكن يكون نومينال خلاص يا شباب خلاص هنا النومينال فيريبل ده نومينال الالاينمنت والحاجات دي سهله موجوده يعني حتى في اليوتيوب ممكن تسال تشوفوها يعني. خلاص كده خلصنا في الصفحه بتاعت الفيريبل فيو عرفنا كل المتغيرات حقتنا خلاص طبعا المفروض الطريقه دي انت بتمسك الكويشنير وبتعرفه بالطريقه دي طبعا ده المانيوال كويشنير في الالكترونيك كويشنير عنده طريقه ثانيه مختلفه حديكم ده في الانترميديا كورس لو عندك الكويشنير الالكتروني وعايز تتعامل معاه هنا في الاس بي اس حديكم ليها وين في الانترميديا دي بطريقه دي الطريقه اللي بعرف بيها الطريقه اللي بعرف بيها الكويشنير اليدوي خلاص لو كان الكتروني طبعا طريقته مختلفه كده خلاص وضحت طيب يلا هنا هنجي بعد كده بعد ما عرفنا المتغيرات تمام لازم تتاكد من حاجه تشوف الجندر هنا متغير كمي ولا نوعي كمي ولا اسمي او وصفي اسمي وصفي لازم تلقى هنا الفاليوز بتاعته منشطه هنا لازم تتأكد من الحتة دي This is very important point هو متغير وصفي لازم الـ value label تكون active كده شايف زي كده كويس education ها It's okay right صح occupation active smoking active والعكس صحيح يعني ما ممكن الايج يكون هنا الاكت او الويت هنا يكون في اكتيفيشن ليشنو للفاليوز بتاعته هو اصلا كوانتيتيف اتاكد من الحته دي في الفاريبل فيو اللي دي عمليه في الديفايننج فاريبل خلاص انتهينا من دي بنجي بعد كده بنضغط على الداتا فيو بتضغط على الداتا فيو هنا سليكشنو تظهر لك الفيريبلز حقتك كلها هنا صح؟ الاسامي اللي كريس سميتها كلها ظهرت هنا دي بالنيم حتى الايكون ساعتها هنا ظهرت هل هو كواليتيتيف اوردينال ولا كواليتيتيف نومينال واضح هنا شوف تيجي بعد كده طبعا بتدخل الداتا بتاعتك بالطريقه شنو؟ بالطريقه الصحيحه اللي هي كيف الطريقه الصحيحه؟ بتيجي تمسك طبعا الكيس ده كيس نمبر 1 ده كوتشينير الاول كيس نمبر 1 الايج مكتوب فيه كم؟ 45 الحمد لله اكبر مني صح ده اكبر مني جد اكبر مني كثير طيب الويت في نفس الكوتشينير السؤال تحته طوال يعني انت لما تمشي كده الصف بيمثل لك الكوتشينير الاول الأعمدة تمثل لك الأسئلة. الويت هنا 68 هو ميل ميل صح؟ طيب كيف ميل أنا؟ المفروض هنا الأيكون شايف الأيكون دي؟ طيب واحد افترض ناخد الرقم واحد شوف الفاليو ليبل هنا شايف دي؟ الأيكون دي المفروض تكون ان اكتف ما تكون اكتف ما تضغط اللي جوا تكون مضغوطة لبرا عشان تقدر تدخل البيانات صح. دي المفروض تكون ان اكتف دي الايقونه بتاعت الفاليو ليبل دي جايبتي الايقونه دي تكون ان اكتف تكتب هنا لو هو ميل تكتب واحد لو في ميل تكتب شنو اثنين ده الانكم
كويس للانكم هنا للإدوكيشن في. طبعا الكود ده موجود وين؟ موجود في الكوشنير. يعني انت تكون عارف ان إدوكيشن 3 ده وطبعا بيكون عامل تيك على الرقم 3. طبعا انت عندك الخيارات بتاعتك مادي 1 2 و 3 وعامل تيك على 3 بيقوم هنا طوالي تكتب انت 3. عامل تيك في الاوكيبيشن على 1 تكتب هنا 1. عامل تيك على السموكينج 2 تكتب هنا 2. كده انت نزلت في الاستبانه الاولى. تجي طبعا بايرو برضو هنا الاستبانه الثانيه بنفس الطريقه لحد ما تخلصها. الاستبانه الثالثه، الاستبانه الرابعه، الخامسه لحد ما تصل ال 500 استبانه. حد ال 500 شنو؟ استبانه. يعني ممكن يكون ده 500 استبانه. كل 500 استبانة زمان كنا تعب شديد طبعا يعني قبل التكنولوجي دي. يعني شوف انا عاصرت كل العصور يعني سبحان الله. زمان قبل التكنولوجي يجيبوا لنا يعني كنت شغال في مكان كده معين من حل داتا يجيبوا لنا البيانات الكوشنير في كراتين بوكس يكون فيه مثلا 6000 استبانة. شوف الشغل ده كان كده. تقوم تعمل التيم ورك بتاعك تجيب الناس تدربهم تجهزهم تقسمهم لمجموعات يبدوا يشتغلوا عشان ينزلوا كل استبانه. طبعا في تيم اول حاجه بيجي يعمل لك اول حاجه التعريف للمتغيرات دي يعرفك كلها يراجعها. بعد كده يجي التيم بتاع الداتا انترينج التيم بتاع بيكون مسؤول من ادخال البيانات يمسك كل استبانه وتخيلها بالطريقه دي لحد ما تنتهي من كل الاستبانات. بعد ما نزلتها كلها تجي بعد كده تدي تيم تاني يجي يراجعها. المراجعة طبعا أهم من الإدخال. مراجعة أهم من الإدخال. طبعا كل استبانة أنت بتدخلها بتديها رقم. نفس الرقم موجود في الرقم بتاع الاستبانة بتاع الإدخال يكون هو نفس دكتور طلع علينا كلها على مستوى تكتب تراجع أي طلع لك هنا علامة استفهام. دكتور طلع لك علامة استفهام. أيوة يا دكتور هي كلها علامة استفهام. ما قادر أدخل البيانات. طيب عايد هنا شوف هنا شوف الحتة دي تحت هنا عندك statistic processor is ready مكتوب عندك كده. مكتوب ان available. ان available خلاص. ما انت عندك مشكله في الانستليشن بتاع البرنامج. اول حاجه دائما بعد ما تعمل انستليشن للبرنامج اول حاجه بتعاين وين هنا تشوف البروسيسور بتاع البرنامج شغال ولا لا. بديك عباره زي دي بيقول لك شنو بروسيسور از ريدي. اذا قال لك بروسيسور ان افيلبل اعرف انه الانستليشن بتاع البرنامج بتاعك ما مظبوط. معناها محتاج تعمل ري انستليشن. تعمل انستولينج وبتيجي تاني تعمل شنو؟ انستولينج او سيت اب للبرنامج تاني من جديد. معلش لكن ممكن تعملها المحاضره دي بتيجي تلقاها بعدين في الفيسبوك ممكن تيجي تطبق بنفس الخطوات نفس الحاجات بعد ما تسطب البرنامج تاني. يعني ممكن عندك ممكن لحد بكره. خلاص؟ طيب في زول لقيته تاني مشكله؟ سامعين صوتي كويس ولا في زول لقيت مشكله ثانيه؟ صوت واضح يا دكتور. كويس تمام. طيب ما في مشكله يعني الناس دي نزلت البيانات دي كلها كده؟ غالي ما كمل لسه شويه يا دكتور. ممكن تنزل باي رو ممكن تشتغل باي كولم على نفس الطريقه لكن انا وريتك الطريقه العمليه الفعليه انت حتتعامل معاها. بعدين هنا عندك الكود او سوري الرقم التسلسلي ده لازم يكون في رقم الاستبانه فوق. يعني الاستبانه لما تجيبها كده الرصاص تكتب فيها دي واحد طبعا على دايره. لما تنزل رقم 12 تكتب 12 عشان لو احتجت تراجعها في اي وقت لاي حاله من الحالات بتقدر تعرف الاستبانه البيانات حقتها وين لانك انت مراقبها. الرقم الموجود هنا لازم يكون في رقم موجود في نفس الاستبانه. الحته دي مهمه جدا جدا.
مهمة للغاية، ممكن بعد 10 سنة تراجع استباناتك طالما البيانات حقتك موجودة. الليلة عندك غياب كثير يا طارق. انت عارف في ناس كتار، في ناس كتار يا دكتور رسلوا رسائل قالوا انه ما قادرين يتابعوا في الزوم كويس لانه الشبكه كعبه، فمشوا تابعوا من الفيسبوك. ايوه في واحد يرسل رسائل في الجروب وكده احتذروا، وشايف حتى في تعليقات في اللايف بتاع الفيسبوك بيقولوا انه كده افضل لهم من الزوم. طبعا الحاجه الوحيده انه الفرصه بتاعت انه يسالوا اسئله شويه بيفقدوها. صح بيفقدوها. يا اخي لو في دول عنده سؤال ممكن بعد ذاك نطرحه للدكتور. ففي شايف في زول رسل سؤال قبل شويه ممكن تجاوب له انت. والله طبعا انا طبعا ما بحرج نفسي عشان مرات اكون ما عارف يا دكتور، افضل تجاوب انت طوالي والاجابه تجي زي ما بيقولوا شافيه وكافيه. اجاباتك برضه شافيه وكافيه والله. نعم الدعم الفني. طيب خلاص كده خلصنا داتا كلها عشان بس داير ثاني 10 دقائق كده ممكن يا طارق. ما عارف هو طبعا احنا اتفقنا دكتور انور انه نخلص ونص، لكن ما عارف عندهم حاجه ثانيه ولا لا. هو لو في حاجه عموما بيرسل صراحه بيقول لي خلاص بعد كده، لكن واصل انت لانه عندنا لسه 4 دقائق. انا بشوف اي طيب 10 دقائق بس كده انا داير عشان اعمل تطبيقات كده. طيب يا شباب اسالكم الان، لازم اول حاجه تدخل البيانات دي بطريقه صحيحه وتراجعها كويس. بعد ما انتهيت من ادخال البيانات تقوم تضغط هنا، تضغط على value labels هنا كويس. في value labels هنا المتغير الكواليتاتيف بيظهر لك بشكل حروف او شكل مسميات، والمتغير الكوانتيتيف بيظهر لك بشكل ارقام. كده انت بتتاكد من انه بياناتك نزلت صح. شايف الفاليو ليبل ايكون دي مهمه توريك انت هل عملت الكودينج صح لكل الكوانتيتيف فاريبل ولا لا. طيب بعد ما عملنا العمليه دي طبعا انا هسال بعد عندي سؤال هنا، سؤال السؤال هنا السامبل سايز كم حقتي هنا انا؟ نشوف الناس معي ولا ما معي؟ 12. ايوه عاطف 12. 12 عوض 12 ايوه 12 اكثر 12. طيب طيب عدد المتغيرات كم؟ كل المتغيرات حقتي كم؟ 1 2 3 4 7. طيب عندي كم متغير كمي؟ 3 عمودين 3 سوري 3. عندي كم متغير نوعي؟ 4 عندي كم ordinal variable؟ 1 الeducation ايوه الاديوكيشن ايوه وهكذا. انت بتقوم تلاحظ الحاجات دي عشان تتاكد من بياناتك نزلت صح. طيب عايزين احنا نطبق بعد كده خلاص. احنا بعد ما نزلنا بعد ما عملنا الداتا انترنج، شوف لما وريتكم قبل شويه عملنا هنا الديفايننج فاريبلز، عملنا داتا انترنج او انترنج داتا، هنيجي بعد كده نعمل اناليسيس. طيب هنبدا بمثلا كوانتيتيف فاريبل. الكوانتيتيف فاريبل دكتور سؤال قبل ما نبدا، احتمال يكون عندي حاجه كده. قول يلا. في السموكينج لما انا في الارقام بتظهر لي ب 2.0 شايفها في شاشتك ما موجوده، دي عاديه ولا؟ طيب عاديه، لكن انت معناها هنا بس عامل شنو اوريك؟ عامل هنا في هنا عامل في الديسيمال هنا، شايف في الفاريبل فيو هنا كويس. الديسيمال هنا انت خالتي طبعا هو بيديك باي ديفولت بيديك 2 هنا. ديسيمال معناها الخانات العشريه المحتاج لها 2، هي ما فرقت يعني.
وبديك 0.0 طبعا بس. الله يعني الله. شوف انا عودتها هنا شوف بتجيني كده 0.0 طيب تمام ليتا الديسيمال بس انت انا عامله 0 انت عامله 2 ما بتفرق في النتائج حاجه كويس. طبعا الديسيمال ده لو انت محتاج لو عندك فيريبل فيه هو خانات عشريه بتحتاج تحدد الديسيمال هنا عنده الاوبشن بتاعه الديسيمال. طيب يا دكتور ايوه طيب يا دكتور معلش سؤال عندك هنا في ال ايوه في الجندر الجندر مسجل نومينال صح؟ طيب المفروض ال المفروض شنو ما سمعتك قهوة يا أنا لطب خليته بحيل عملية 10-7% وأنا أقل أستنى الناس ينزل بنات ولا ما عندك أنت حصل شيء لا لا ما عندك حسيت ذيك فجأة كذي جديد يا سكينة عمل الشيب عمل الشيب بس عمل الميوت. طيب يا أخوانا طبعا الملف ده نحن خلاص لازم نسيفه عادي ها اعملوا له سيف يا اخوانا ملف بتاع البيانات ده نعمل له سيف نحفظه في مكان ها نحفظه في المكان كما بنحفظ اي ملف بتاع اس بي سي او اي ملف اندر ويندوز اعملوا سيف للملف يا اخوانا سامعني سامعينك يا دكتور صوتك واضح سامعنا سامعني ايوه نعم طيب ما اعرف يا جماعه دي وين تعمل السيف هنا تعمل السيف بعد ما حفظت الملف ده بعد ما نزلت البيانات تعمل السيف معك معك يا دكتور سامعين هاي سيفوه عشان ما تروح منك البيانات طيب في سؤال كان قبل شويه بس ما سمعت السؤال الو دكتور ياس ايه تفضل رحمن ايوه لما انا انزل مثلا من اكسل شيت فالنيمز بده صار لي في الرول اول نمره واحد انا اعمل كودينج للنيمز في الفاريبلز عادي واجي امسح الرو ده ولا كيف ما فهمت السؤال مثلا انا عملت اوبن للبيانات بتاعتي من اكسل شيت فالاسماء يعني اسماء الكولومز كلها ظهرت لي في الصف الاول في نمره واحد انا اعمل كودينج عادي للنيمز في الفاريبلز ويمسح الصف ده ولا كيف؟ لا ما تصل لك هنا في الصف الاول ما تصل لك المفروض في الصف الاول تصل لك الداتا بس لا هي ظهرت لي في الاول يلا معناها شنو بس انت عملت كوبي بيست كده المفروض طوال تلغي الصف الاول لا تلغي كده شوف تضغط هنا تضغط رايت كليك هنا تعمل كلير شايف كلير ايوه خلاص بيظهر لك كده البيانات حقتك سليمه منزلت كلها خلاص انتهيت من دي بتكشف الاكسل هناك في الاكسل والاكسل بتعمل الفاريبل الصف بتاع الفاريبل كله كده تنسخه من الاكسل كوبي تعمل ايه كوبي كده كويس الصف كله وتنزل في الاكسل ذاته في نفس اي حته في اي حته في الاكسل لكن تعمل له بيس شنو ترانسبوز يعني عشان ما يظهر لك في الصف شكل صف كده بشكل شكل عمود يظهر لك شكل عمود كده لما يظهر لك تعمل له ترانسبوز تجيبه هنا عملت اوبي للملف كامل اي لا بس ما خلاص لازم تمسح الصف الاول ده لانه طبعا. الصف الاول هنا لازم يكون اول بيانات خاصه بالكيس الاول بس أيوة. عشان انا قصدي لك عشان تنزل الفيريبل نيم كلها تظهر لك فوق هنا في الاس بي اس تجي ال variables name ظهرت لك هناك في الاكسل بشكل عمود عملت ترانسبوز تجيبها هنا في ال variable view تنزلها هنا شايف copy paste في ال variable view paste تعمل لها paste كده تنزل لك هنا ايوه تمام مجرد ما نزلت هنا طوال تصل لك بعدين فوق هنا في الصف الاول ايوه
شكرا. كنت راجع ثاني بعدين. عملت الشيخ يا اخوانا عشان نعمل اناليسيس، عشان نعمل اناليسيس عايزين نبدا بالكوانتيتيف ستاتستكس. في الكوانتيتيف ستاتستكس الكود حقنا هيكون ديسكريبتيف او ديسكريبتيف، الكود هيكون ديسكريبتيف. خلاص خطواتك الآتي، هنبدا بالايج طبعا لانه كوانتيتيف فيريبل انالايز الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه حطقت على او حامل امر على ديسكريبتيف ستاتستكس، الخطوه الثالثه لازم اختار ديسكريبتيف. يعني ليه؟ لانه الايج كوانتيتيف، الايج ده كوانتيتيف لازم اختار معاه ديسكريبتيف. يا دكتور صورتك مغطي الشاشه كده معلش يعني. ايوه صح والله كلام صح، انا دايما قاعد اعمل بقيله ليه نسيتها. فعلا بعد كده بعد ما انا اخترت الدايلوج بوكس طلعت الديسكريبتيف هنا، اعيد ثاني من الاول، انالايز ديسكريبتيف ستاتستكس ديسكريبتيفز، اختار هنا الايج، اجيب الايج احطه هنا في في الفاريبل، اختار معاه اوبشنز، في الاوبشن اختار الستاندر ايرور. تابعين معي؟ نعم. اختار الستاندر ايرور، اعمل كونتينيو هنا، اضغط اوكي، اضغط اوكي بتجيني ملف جديد اسمه الاوتبوت فايل، الكبير كان مفتوح ده اسمه الداتا فايل. هنا انا هتكلم طبعا بس همر سريع شويه على الحاجات، حاجه افسر بعد كده. ممكن ترجع النقطه دي بس معلش، لما انا اختار الايش بعدك اختار شنو معلش؟ الديلوج بوكس هنا ديسكريبتيف ستاتستكس ديسكريبتيفز لانه الايج كوانتيتيف، هختار الايج هنا، هفتح اوبشنز، طبعا جبت الايج هنا خطيته هنا، افتح الاوبشنز. ما ممكن يا استاذ اجيب الكوانتيتي كلها الايج مع الويت مع الانكم؟ ممكن 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 كلها ممكن صح، بس انا للتبسيط طبعا باخذ واحد واحد يعني عشان لا لو اخذت انا الثلاثه ممكن تمام ممكن الثلاثه كوانتيتي ممكن الثلاثه ايوه ممكن، بس انا للتبسيط اخذت واحد. اوكي ستاندر ايرور اوف مين هنا، باخذ ستاندر ايرور هنا واضغط كونتينيو واضغط اوكي، بتجيني نتيجه طوالي. هنا بيكون عندي هنا ده المين حقي، كم طلع المين؟ طيب المين طلع 34.75 ايوه ده متوسط الاعمار، والستاندر ايرور بتاعي قليل صغير، معناها ممكن اعمل ريبيتيشن للمين ده لانه الستاندر ايرور قليل. هنا الستاندر ديفيجن 8.3 طبعا المفروض يكون في انتربريتيشن هنا، والستاندر ديفيجن هنا بيقيس لي المستوى بتاع الاعمار، الاختلاف في الاعمار بين الموظفين، واضح انه في المتوسط تقريبا بين كل موظف والثاني الفرق في الاعمار تقريبا 8 سنوات وهكذا. بيجي ممكن اعمل برضه ديسكريبتيف ستاتستكس للويت، برضه نفس الخطوات الويت، ترجع الايج تختار بدل الويت، ما هعمل حاجه ثانيه لان الاوامر بتاعت الاوبشن اصلا عملتها قبل كده، اضغط اوكي اجي اشوف الويت حقهم، حلقه متوسط الاوزان 68 كيلو جرام او تقريبا 69 كيلو، الديفيشنز في الاوزان تقريبا 10 كيلو جرام وهكذا. ده بالنسبه للكوانتيتيف ستاتستكس. البي فاليو ما بتظهر لنا هنا صح؟ البي فاليو لا، البي فاليو لسه، البي فاليو بتاع ديسكريبتيف ستاتستكس دي دائما بتتخطى في الاول في بدايه البحث، بتوصف هنا العينه بتاعتك شكلها كيف، الخصائص العامه لمتغيرات العينه، العمر، الديموغرافيه، المغيرات الاجتماعيه، فهمت كده؟ بشكل عام تحطها في الاول. البي فاليو بتستخدمها بعدين عشان تختبر افتراضاتك البحثيه. لما تيجي تختبر الافتراضات البحثيه والفروض البحثيه تستخدم البي فاليو. الان انت في الديسكريبتيف ستاتستكس. كويس؟ نجي هنا للكواليتيف فاليو.
مثلا لو عندي qualitative variable هتعامل معاه كيف خطواتي؟ هتكون descriptive statistics frequency. frequency بيجي مع qualitative variable لانه انا ماشي على qualitative variable. يعني مثلا عندي انا عايز اشوف الجندر، اشوف الموظفين ديل اغلبهم ميل ولا فيميل، فهنا انا هحتاج اعمل frequency ما هعمل descriptive. عايز اقول descriptive statistics frequency واختار هنا الجندر، خدته هنا في الفاريبل واختار معه الشارت عشان اشوف معه شكل بياني، لانه هو نومينال مناسب معه استخدم الباي شارت. اختار الباي شارت واختار هنا بيرسنتج واضغط كونتينيو واضغط اوكي. بيجيني جدول تكراري فيه الجندر كويس، النسبه بتاعت الجندر، ويجيني معه شكل بياني دي الباي شارت كويس. النسبه مثلا عندك الميل نسبتهم كم؟ 33%، الفيميل نسبتهم 66% كويس. لو عايز اشوف النسبه بتاعت ادخل النسب هنا في القطاعات بتاعت الباي شارت، اضغط دبل كليك على الباي شارت بيجيبني في حاجه اسمها شارت اديتر، اختار الايقونه دي شو داتا ليبل، وصل لي النسب هنا. مجرد ما ظهرت النسب عادي بقوم بقفل الايقونه دي بكفيلة. أولي النسب تظهر لي في الأوتبوت فايل. هنا واضح إنه الميل أو سورة الفيميل مثلوا تلتين الموظفين في الشركة. معناها دي شركة بتاعت مواد تجميل يعني تقريبا، أو تعتمد على العنصر النسائي أكثر من العنصر الرجالي. طيب طبعا ده حسب المثال يعني حق. طيب ممكن اشوف مثلا في الاوردينال فيريبل اشوف الادوكيشن مثلا بتاع الموظفين شكله كيف، شوف التوزيع بتاع الادوكيشن. اجي في الديسكريبتيف ستاتستكس فريكوانسيز هرجع الجندر. ايوه طريقه ثانيه النسبه على الشارت ما جت معي. يعني الطريقه بتضغط دبل كليك على الشارت، دبل كليك كده بيظهر لك شارت اديتر. ما جاء كده شارت إيثر؟ بالبداية جاتني ظهرت لما طلعت منها زي ما أنت قلت نطلع وحتصهر. أيوة يلا يلا أنت ما عملت كلوز، تكفي شارت إيثر تكفيه كلوز، عمل لك كلوز كده يعني تعمل لك كلوز كده. لو عملتي طوال التغييرات اللي عملتيها هناك في شارت إيثر تظهر لك هنا. هنا بقى رجع شوف الإديوكيشن مثلا بيجي أناليز سكريبتيفز frequencies ارجع الجندر ادخل محل education شوف education level لانه اشوف التوزيع بتاع التعليم في المؤسسه دي كيف شكله في الشركه. اضغط اوكي بيجي لي النسب بتاعت التعليم هنا ون analyze descriptive statistics frequencies اختار ارجع الجندر ادخل بدله هنا شنو education. بس سوري هنا بس في خطا معلش، المفروض هنا اختار انا في الشارت بتاع الادوكيشن افضل اختار البار شارت. It's better to use a bar chart. ليه؟ لانه مع البرسنتج البار شارت مع البرسنتج افضل. ليه؟ لانه الادوكيشن ليفل عباره عن شنو؟ اوردينال فيريبل، وبالتالي طالما اوردينال المفروض استخدم معاه البار شارت عشان يجيني بعدين التوزيع بتاع الادوكيشن بشكل اعمده، يكون معبر افضل من لو استخدمت الباي شارت لانه اوردينال فيريبل طبيعته اصلا اوردينال، لانه الادوكيشن البوست جرادويت اعلى من السكندري وهكذا. برضه لو عايز ادخل النسب هنا ممكن تعمل دبل كليك تجيب الشو داتا ليبل هنا تضغط عليها تغير النسب تظهر لك هنا. ممكن تغير الاعمده الوانها تضغط على العمود
تنشط العمود يبقى اكتف كده، وتيجي تختار fill and border option بتاعته fill and border، تختار اللون المناسب. مثلا fill and border انا اخترت اللون الاحمر هنا واضغط apply، والي بتغير لونه احمر. العمود ده عايز احول لونه اخضر، اضغط عليه ضغطه واحده بيبقى اكتف، يبقى نشط كده. بعد ما يبقى نشط اضغط عليه طوال، اختار اللون الاخضر هنا واعمل ابلاي. بعد عملت التعديلات حقتي كلها، طبعا في اوبشن ثانيه كنا في ديبس اند انجل، يعني ممكن تعمل 3 دايمنشن، ممكن تاخذ شادو. طيب بعد ما انتهيت منها بتضغط تعمل كلوز، بيجيك كده، بيجيك كده كده. احنا طلعنا الاحصائيات حقتنا الوصفيه، احصائيات الوصفيه للمتغيرات الكميه والمتغيرات النوعيه. انتهينا من دي، نقوم نعمل حاجه مهمه جدا جدا جدا، عايز اوريكم لها حاجه مهمه جدا، ان شاء الله تكونوا مركزين معي متابعيني عشان نختم بها المحاضره. الحاجه المهمه عايز اختم بها المحاضره، انه الملف ده اسمه output file، بيختلف من شنو؟ من الداتا فايل. ده داتا فايل، شايف داتا فايل عندك هنا، داتا فايل ده هو، ده الاوتبوت فايل، ما عندهم علاقه ببعض، مفصولين من بعض، لكن النتائج اللي انت بتطلبها هنا او الاحصائيات اللي بتطلبها في الداتا فايل تصل لك في الاوتبوت فايل. زي ما حفظت الداتا فايل المفروض تحفظ برضه الاوتبوت فايل as SPSS file. طيب النقطة المهمة اللي عايز أقولها لك، أنا ممكن أحول النتائج حقتي دي كلها اللي عملتها دي إلى ملف بتاع وورد أو باوربوينت فايل أو بي دي إف فايل، ممكن كلها تظهر لي في شنو؟ في مخرجات بتاعت الملف بتاع أوفيس. طيب الخطوات اللي هعملها كالآتي مهمة جدا، هاجي في فايل عشان احولها لملف بتاع اوفيس، اوفيس فايل، فايل هعمل اكسبورت، هاجي في اكسبورت هنا اضغط اكسبورت، ضغطت اكسبورت هنا بقوم بختار تايب اوف فايل. عندك الاوبشنز كثيره هنا، ايش دي كل اوبشنز بتاعت شنو؟ بتاعت تايب اوف فايلز. هنا هختار الملف بتاع الوورد كويس، وبحدد هنا البراوزر، بحدد المكان انا عايز احفظ فيه الملف حقي عادي، وبحدد بس بكتب اسمه برضه. لازم اتاكد من انه الاوبجكتس اكسبورت لازم تكون اول كويس، تكون اول كل الاوبجكتس، وبعد كده تضغط اوكي، بتلقى انت الملف مباشره يتحفظ لك في المكان اللي انت نويت تحفظ فيه، وتلقى ملف بيجا ملف وورد عادي، ممكن تغير فيه وتكتب فيه اي حاجه، ممكن تكتب تعليقاتك مباشره تحت الاشكال او تحت الجدول او سوري. وشكرا جزيلا، وانا برسل لكم بعدين ان شاء الله الاساينمنت، وبرسل لكم كمان معاه ارسل لكم اساينمنت وارسل لكم معاه الاشياء الماتيريالز بتاعت المحاضرات الماضيه. يكون يا دكتور في الجروب، في جروب الواتساب. الواتساب اي. شكرا شكرا جزيلا خيرا. يعطيك العافيه يا بروف، بارك الله فيك. افضلت يا دكتور، كتر خيرك في ميزان حسناتك ان شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا دكتور ياس، كده نكون خلصنا المحاضره الثالثه في دوره مهارات فن واتقان التحليل الاحصائي للبحوث العلميه. طيب تنويه بسيط يا جماعة، من بكرة لغاية يوم الخميس حنكون شغالين من 7:30، اللي هو ده حتكون سابع في يوم الخميس، ده حتكون يوم الدكتور ياس بتوقيت السودان. أيوة جدا